والمندوب مين بقى بتاع باور محمد بتاع عبد الشكور. المفروض بقى بتاع المجموعة دي؟ مين؟ ايوه مين معايا؟ محمد اسماعيل. محمد اسماعيل. محمد انت معاك تليفوني؟ لا لسه المفروض هستلمه من المندوب القديم. خده خده، عملوا لك دلوقتي، عملوا لك على الهوا اهو دلوقتي. تمام. إيه معاك ورقة وقلم؟ تمام. 012 تمام. 22 تمام. 73 تمام. 81 تمام. 69. 6 9 تمام يا ده دكتور. ده بص بقى، اكتب كمان الميل بتاعي اعمله لك اهو، وده هبقى اعمله لكل الناس يعني. وجدي دبليو اي جي دي واي، خلاص. تمام. انيس اي ان اي اس، لازق فيها تمام. ولازق فيها 51، 51 يعني، كل دول لازقين في بعض. تمام. ات ياهو دوت كوم. تمام يا دكتور. ماشي. بص، في نهاية كل محاضرة ابعت لي ميل فاضي عشان ابعت لك اللي احنا قلناه في المحاضرة دي، او ممكن انا حتى من الميل بتاع النهاردة اروح باعت لك مثلا شابتر 1 كاملا يعني، اللي هنبتدي فيه النهاردة يعني. ولو هيبقى فيه اي بقى حاجات خاصة ب، بص يا شباب، الامور كلها هتبقى اونلاين، ما عدا لو كان في بقى ميد ترمات او كويزات او كده، هتبقى طبعا في الكليه، لان السكاشن في الكليه، سكاشن في الكليه، فالحاجات هنرتبها من خلال المعيدين تبقى في الكليه يعني، اللي بتاع الكويزات او الميد ترمات او كام زي كده هيبقى في الكليه. وانتوا عارفين ان في اعمال سنه من 40 درجه، في اعمال سنه من 40 درجه والفاينل من 60. هنسق انا والدكتور مايكل نشوف طرق الامتحانات والحاجات زي كده، هل هتبقى هنخليها مثلا مالتيبل تشويس ولا هنخليها تقليديه، هتفق بالكثير ممكن على يوم الخميس. ايوه هنتفق مع الدكتور مايكل وهكلمكم يوم الخميس بالتفصيل في الموضوع ده. المحاضرات هتمشي ازاي برضو عشان نكون عارفين يا شباب، خليكم معايا. انا هدي المجموعتين لمدة أسبوعين غالبا، وبعدين الدكتور مايكل هيدي لمدة أسبوع للمجموعتين يعني. أنا هدي الأسبوع ده والأسبوع الجاي المجموعتين، وبعدين الدكتور مايكل هيدي الأسبوع الثالث، وهنمشي بالتقريبا كده، وهنبقى نقول لكم يعني أول بأول الأمور ماشية إزاي، لكن يعني غالبا هنمشي بهذا الاسلوب يعني. انا هخلص الباب الاولاني، هيخش الدكتور مايكل يدي الباب التاني، يخلص هو الباب التاني يخش انا ادي الباب التالت، وهكذا. ماشي شباب؟ ماشي. اي استفسارات؟ عمل السنة زي ما قلنا 40 درجة والفاينل من 60 درجة طيب. الكورس كونتنتس بتاعتنا يا شباب اهي، هتبقى اول حاجه الباب الاولاني انترودكشن تو انالوج سيستمز وانترودكشن تو ديجيتال سيستمز، ديجيتال كوميونيكيشن سيستم يعني، مقصود بيها كوميونيكيشن سيستمز يعني. اولا كلمه السيجنالز سيستم دي مقدمه للكوميونيكيشن. ايه الكوميونيكيشن؟ الكوميونيكيشن في جمله واحده هي نقل معلومه من مكان لمكان. يعني مثلا انت بتتفرج على التلفزيون، فانت المعلومه اللي موجوده عند الاستوديو انت شايفها صوت وصوره في البيت عندك يعني. لو في حد بيتكلم حديث في الراديو انت بتسمعه، يبقى انت نقلت المعلومه من استوديوهات الاذاعه الى البيت عندك، او الى المكان اللي انت فيه، الى العربيه اللي انت فيها، الى المكان اللي انت فيه. لو في معلومه معينه على الانترنت موجوده في سيرفر معين، انت جبتها وصلت ليك على الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك او الموبايل بتاعك، فانت نقلت معلومه معينه من مكان الى مكان. ده بصفه عامه الكوميونيكيشن هي نقل معلومه من مكان الى مكان اخر، لكن مصدر المعلومه موجوده في المكان اللي هو
اللي بنسميه سورس. السورس بتاعك ده اللي هو بقى سواء بقى في الاستوديو بتاع التلفزيون، الاستوديو بتاع الاذاعه، السيرفر، دي الحاجات اللي بيجيلك منها المعلومات. طبعا برضو ممكن تبقى من نقل المعلومه من موبايل لموبايل، انت بتكلم صاحبك بتعرف حاجه او بتتكلموا في حاجه او حاجه زي كده، فيبقى السورس في الحاله دي صديقك وانت اللي بتستقبل المعلومه، فانت نقلت معلومه الموبايل او التليفون بينقل معلومه من شخص الى شخص يعني. السيرفر بينقل من معلومه من السيرفر دوت الى مجموعه الناس اللي بيطلبوا هذه المعلومه. فالكوميونيكيشن هي نقل معلومه من مكان لمكان ببساطة شديدة جدا يعني. طبعا زمان كان نقل المعلومات ده عملية صعبة جدا 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 يعني. يعني بدأت يعني أول حاجة تنقل المعلومة زي واحد بيكلم التاني، ويبقى لو بعيد عنه بيزعق يعني. يعني طب لما المعلومات لما تكون المسافة أكتر شوية، ده بكلم تاريخ يعني، فكان يبقى أدق طبول مثلا، يبقى يفهم إن في خطر ما، أو يولع نار في مكان فالنار أنت تقدر تشوفها من مكان بعيد. فكان دي وسيلة نقل المعلومات اللي هو تاريخيا يعني، من طبول إلى نار إلى واحد بيزعق خلاص. بص شباب، أي حاجة عايز تنقلها، أي حاجة عايز تنقلها لابد من تحويلها أولا إلى إلكتريك سيجنال. لازم تتحول لإلكتريك سيجنال. إزاي؟ ندردش مع بعض شوية. بص، لو أنا بتكلم في مدرج كبير، يعني لو كنت فرضا إن إحنا دلوقتي المحاضرة دي في مدرج كبير، ففي مدرج كبير أنا بتكلم ماسك ميكروفون وفي أمبليفاير وفي سماعات. الميكروفون ده وظيفته إيه يا شباب؟ حد يقول معايا كده، ها وظيفته إيه الميكروفون؟ بياخد انالوج سيجنالز وبيحولها ديجيتال انالوج كونفرتر بقى انالوج ديجيتال كونفرتر. لا يعني بيحول اول حاجه مين صوتي الى ايه؟ من انالوج لديجيتال تقريبا. لا مش لازم ديجيتال، انت بتحول كلامك الى الكتريك سيجنال ان جنرال. ان جنرال اه تمام، وبتبقى انالوج يعني غالبا انالوج يعني. خلاص، لان كل الاشياء الطبيعيه يا شباب انالوج، الأشياء الطبيعية كلها أنالوج يعني. الصوت بيزيد ويقل ويرتفع وبتاع، ده أنالوج. الحرارة بتزيد وتقل مع شيء أنالوج. البريشر، الفلو، مع شيء، الحاجات دي كلها أنالوج يعني. ده الطبيعي أنالوج. احنا بنحول له ديجيتال، هنبقى نتكلم ليه بنحول له ديجيتال، عشان كواليتي بتاعت النقل وحاجات زي كده. طيب، اول يبقى اول حاجه لابد من تحويل الفينومينا اللي انت بتنقلها الى الكتريك سيجنال. طيب انا صوتي اتحول لالكتريك سيجنال من خلال الميكروفون. الامبليفاير اللي بيبقى موجود على المنصه فوق ده بيعمل ايه؟ الامبليفاير بيعمل ايه؟ من الاسم بيكبر السيجنال اللي جميل، بيكبر السيجنال اللي هي بتعبر عن الصوت بتاعي، يبقى تكبير كهربي. ده تكبير كهربي، فالسيجنال تكبر وتمشي في الاسلاك جوه المدرج، تروح لغايه مين بقى؟ ها تروح لغايه مين؟ الاسلاك دي بتوصل لفين؟ السماعات. ها توصل فين يا بنتي؟ السماعات. السماعات، جميل جدا. السماعه دي يا بنتي بقى وظيفتها ايه؟ تحول الاشاره الكهربيه لصوت. برافو عليك، يبقى بتحول الإشارة الكهربية إلى صوت، فأنت تسمعه لو أنت قاعد في آخر المدرج. يبقى عندنا في الميكروفون حول صوتي إلى إلكتريك سيجنال، وبعدين الإلكتريك سيجنال اتكبرت ومشيت في الأسلاك ورجعت تحول تاني من إلكتريك سيجنال إلى صوت عن طريق السماعات. ده ببساطة اللي تم. يبقى أنا عشان أنقل صوتي ده إلى مسافة بعيدة لابد من تحويله الالكتريك سيجنال. اللي بيحول اي حاجه لالكتريك سيجنال اسمه ترانسديوسر. اسمه ايه؟ ترانسديوسر. ترانسديوسر ده حول لي الفينومنا الى الكتريك سيجنال. وبعدين حصل تكبير للالكتريك سيجنال في الامبليفاير،
وبعدين مشيت في الاسلاك. الاسلاك دي اللي هو الكوميونيكيشن ميديوم, ده الكوميونيكيشن ميديوم في الحاله في المثال بتاعنا ده. مشيت في الاسلاك وجات عند السماعه اتقلبت من الكتريك سيجنال الى صوت مره اخرى, يبقى ده بيعمل السماعه وظيفتها عكس الميكروفون. الميكروفون خد الصوت حوله الكتريك سيجنال, السماعه حولت الالكتريك سيجنال الى صوت مره اخرى. يعني كان انتي ترانسديوسر, يعني ترانسديوسر عكس ايه؟ ترانسديوسر ايه عكس ايه؟ يعني بيعمل عكس اللي عمله ترانسديوسر في الاول. الكلام ده موجود في كل الحالات, يعني في التلفزيون مثلا, في عندك الكاميرا التلفزيونيه بتاخد الصوره وتحولها لالكتريك سيجنال, وبعدين الالكتريك سيجنال بتتاخد تتبعت في الحاله دي من الميديوم بتاعنا بيبقى هواء عن طريق انتن وبتاع. هنتكلم في الكلام ده شويه, هنتكلم حالا. بتاخد الالكتريك سيجنال دي تبعتها من خلال الانتنز او اللي بيسموه الهوائي بالعربي, وتطلع في الهواء وتوصل لغايه توصل لك البيت و و و ويتمر ببروسس كتيره هنتكلم فيها لغايه ما الالكتريك سيجنال دي او الويف اللي مشيت في الهواء ترجع تشوفها صورة تانية. يبقى الكاميرا التلفزيونية بعد كده بيبقى فيه الحاجة اللي هتقلب بقى الالكتريك سيجنال دي الى صورة تانية, اللي هو ايه بقى؟ ها؟ اللي هو ايه؟ ايه اللي هيقلب لك الالكتريك سيجنال دي لصورة تانية؟ انتي ترانسديوسر. اللي هو التي في بتاعك اللي في البيت, اللي هو التلفزيون اللي عندك في البيت بقى, اللي هو هيبقى في النهاية صورة على السكرين, يعني في النهاية صورة على السكرين. فعندك الترانسديوسر في حالة التلفزيون هو الكاميرا التلفزيونية, الانتي ترانسديوسر بتاعك هو جهاز التلفزيون اللي عندك في البيت, اللي هو بيستقبل على الانتنة الموجات وبعدين يرجع يحولها الى صورة مرة اخرى. يعني على فكرة حكاية ان انت تحول الحاجة الكهرباء عشان تتنقل ده حاجة in general في كل الحالات, يعني مش لازم بس في communication. يعني اديكم مثال تاني, يعني مثلا احنا عندنا عند السد العالي في ووتر فلو كبير جدا. الووتر فلو دوت عباره عن بوتنشال انرجي, هي ميكانيكال انرجي, يعني انت بتحولها الى عشان الطاقه دي نقدر نوزعها للجمهوريه كلها, فبنعمل محطات كهرباء. فبتيجي تنزل المية اللي من ارتفاعات عالية على توربينات, والتوربينات تولد كهرباء, الكهرباء تمشي في الأسلاك لغاية ما توصل لنا بقى عند البيوت أو عند المصانع أو عند حاجة زي كده. فالطاقة الميكانيكية الضخمة جدا لما كنا عند السد العالي مثلا عشان توصل لنا البيوت وتتنقل هذه الطاقة لابد من تحويلها إلى كهرباء. فبصفة عامة أي حاجة عايز تنقلها لابد من تحويلها إلى كهرباء مرة أخرى, لأن أي طاقة في أي صورة تانية لا يمكن نقلها إلا لمسافات قصيرة جدا. يعني تخيل مثلا ده طبعا فور يعني فور فان يعني كده, إن أنت عندك الطاقة الميكانيكية الضخمة جدا اللي عند السد العالي عايز تنقلها للمصانع, فدي طاقة ميكانيكية. فأنا هتخيل يعني طبعا وهم يعني إن الطاقة دي خدتها حركت بيها عمود مثلا كبير قوي, العمود ده هنمده كده على بطول الجمهورية نفسها, وبعدين عايز بقى تاخد حركة لأي حتة تبقى تحط بكرة وتشوف الحركة تنقل بقى حركة العمود الكبير ده تاخد منه حركة إلى مثلا حاجات أخرى. طبعا يعني ما ينفعش, لأن يعني طبعا الطاقة الميكانيكية دي لما تتنقل هتضيع في مسافة قصيرة جدا. يعني فأي حاجة عايز تنقلها مسافات كبيرة لابد من تحويلها الكهرباء, لا بصفة عامة يعني في أي شيء. يعني أي حاجة عايز تنقلها لازم تتنقل إلى تتحول إلى حاجة كهربية في الأول. يعني مثلا صورة عايز تنقلها عن طريق مثلا فاكس, عن طريق أي حاجة بالشكل ده, هتعمل إيه؟ هتجيب مثلا سكانر ياخد لك الصورة دي عن طريق بقى الفاكس والإرسال عشان ترجع توصل عندك عند الكمبيوتر بتاعك مثلا, يرجع يتحول تاني من الكتريك سيجنال الى صورة مرة اخرى. فأي حاجة عايز تنقلها لابد من تحويلها الكهرباء في الاول, لازم, من غير كده ما ينفعش.
طرق النقل وتفاصيله ده اللي هنبقى نتكلم فيه. عندي طريقتين في النقل اللي هو يا انالوج سيستم يا اما ديجيتال سيستم. طبعا دلوقتي الديجيتال سيستم هي اللي بقت سائده اكتر، لكن ده مش معناه ان الانالوج انتهى. الانالوج ما انتهاش يا شباب، الانالوج ما انتهاش، وهنتكلم النهارده في حاجه في موضوع الانالوج سيستم ده. الانالوج على سبيل المثال عندك في الراديو وفي التلفزيون في عندنا اي ام وعندنا اف ام. الاي ام والاف ام الاثنين انالوج. حد عارف اي ام اختصار ايه؟ اختصار ايه؟ ها اي ام اختصار ايه يا شباب؟ اي ام اختصار امبليتيود موديليشن، هنشرحه النهارده بالتفصيل. امبليتيود موديليشن. الاف ام ها فريكوانسي موديليشن. فريكوانسي موديليشن ماشي شباب. انا ممكن انقل الصوت بطريقه انالوج، ممكن انقل الصوت بطريقه ديجيتال، وهنتكلم في الحاجات دي خلال محاضره النهارده والمحاضره بتاعه المره الجايه ان شاء الله. فاول باب عندي هو عباره عن الانترودكشن للكوميونيكيشن سيستم، انترودكشن تو انالوج كوميونيكيشن سيستمز وانترودكشن تو ديجيتال كوميونيكيشن سيستم. ماشي شباب. طيب هنشرح الفرق بين الاثنين والتطور اللي حصل والكلام ده ليه بقى. احنا ليه الباب الاول، الباب الاولاني ده مش هتلاقيه موجود في الكتب اللي بتتكلم على سيجنالز اند سيستمز اللي هقول عنها دلوقتي كريفرنس يعني. ليه؟ لان دي بيعتبروا الكلام بقى عن الكوميونيكيشن سيستم ده يخص الكوميونيكيشن سيستمز. فالكتب المتاحه في الاسواق هي بتتكلم عن السيجنالز، وتبقى بتتكلم عن السيجنالز بس بدون ما تقول لك يعني هي هتخدم ازاي في الكوميونيكيشن سيستم، يا اما بتتكلم عن الكوميونيكيشن سيستم بدون ما ترجع لتفاصيل السيجنالز. يعني عاده التكست بوكس بيبقى فيها يدا يدا. انا هنا بحاول في الكورس ان احنا ندمج الاثنين عشان نبقى فاهمين احنا الشغل بتاع السيجنالز اللي هنتكلم فيه فيما بعد بنعمله ليه. بنعمله عشان نوصل للكوميونيكيشن سيستم ده، فلابد من المقدمة دي عشان تبقى فاهم ايه اهمية اللي جاي بعديها. يعني عشان تبقى فاهم الاهمية اللي جاي بعديها دي زي بالضبط ما ايه مثلا يعني والدك يجي يقول لك ايه خد الظرف المقفول ده وتطلع من هنا على تركب الاتوبيس تروح محطة مصر، وتجي محطة مصر تاخد القطر تنزل مثلا يعني اسيوط، وبعد ما تنزل اسيوط تدور على حاجه تروح مثلا مركز القصيه مثلا اي حاجه كده، وبعدين تاخد من هناك بقى ميكروباص ومش عارف ايه وتروح لعمك تديله الورقه دي. طيب انت ممكن كابن مطيع تاخد الكلام ده وتوديه، بس يعني اكيد هيصور في ذهنك ليه هتكبد هذه المشقه. يعني ايه يعني الورقه دي فيها ايه في النهايه يعني. فأنا بنقول في المقدمة دي عشان نفهم الكوميونيكيشن سيستم ده ماشي ازاي، وبالتالي أنا ليه هتكبد عناء الاناليسز والحاجات اللي موجودة في الأجزاء الباقية في الكورس يعني. فده زي ما أقول لك أنت والله هتروح تودي الورقة دي فيها تفاصيل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ودي حاجة تهم عمك جدا جدا جدا، فمعلش أنت هتاخد الورقة دي وتوديها له مثلا في ارض يملكها والدك مع عمك، فدي فيها تفاصيل معينه او ما اعرفش ايه، فلابد ان انت توصل له دي. يبقى انت على الاقل لما بتعمل هذا المشوار عارف ايه اهميته، وبتتكبد هذا العناء من اجل ان انت توصل معلومات مهمه هتفيدك فيما بعد في 1 2 3 4 وهكذا. فدي احنا اضفنا الباب اللي هو الانترودكشن دوت علشان تبقى انت فاهم احنا بنعمل المشقه الشويه اللي في الكورس دوت ليه. ده الايه ده الهدف من الباب الاولاني. السيجنالز يا شباب بيتقال عليها نوعين، في كونتينوس سيجنال وفي ديسكريت سيجنال. ديسكريت يعني متقطعه، وهنشرح الكلام ده واهميته ايه في الكلام لما نيجي نتكلم على الديجيتال سيستمز. فالكونتينوس سيجنالز برضو بتتقسم لنوعين، في كونتينوس بيريوديك زي ما تقول ساين ويف مثلا، ساين ويف دي بيريوديك اند كونتينوس سيجنال. في سكوير ويف، سكوير ويف دي برضو كونتينوس اند بيريوديك سيجنال. في مثلا ال سوتوس، سوتوس اللي هو الموجه المثلثه الحاده يعني،
بقى دي continuous of periodic وهكذا. في مجموعات من periodic signals. periodic signals دي لما بنيجي نطبق عليها ايه فورير سيريز او ايه هدف السيجنالز. الشباب بصوا شباب، السيجنالز بتحول اي الاناليسز بتاعتها بتحول اي سيجنال في التايم دومين الى سيجنال في الفريكوانسي دومين. يعني ايه بقى تايم دومين ويعني ايه بقى فريكوانسي دومين؟ يعني نقول ساين اوميجا نوت تي، ساين اوميجا نوت تي اللي هي ساين 2 باي في اف نوت في تي. كويس، الاف نوت اللي هو الفريكوانسي بتاع الموجه، فديك بالنسبه لي فريكوانسي واحده، اسمها فريكوانسي واحده. الفريكوانسي دي 1 كيلو هرتز، فدي على محور الفريكوانسي دي سنجل بوينت اسمها اف نوت او اللي هي 1 كيلو هرتز مثلا يعني. فانا فده بنقول ايه؟ بنقول ان ساين 2 باي في 10 اس 3 تي اللي هي 1 كيلو دي تمثل على الفريكوانسي سكيل 1 فريكوانسي اسمه 1 كيلو هرتز. احنا عندنا يعني انت بتقدر تمثل، يبقى اذا الموجه اللي انت بترسمها ساينوسويدال ويف في التايم دومين اللي بتطلع شكل الساين ويف اللي انتوا عارفينها كويس دي تمثل على الفريكوانسي سكيل كانها 1 بوينت، على الفريكوانسي سكيل 1 بوينت. عشان برضو ما حدش يتلخبط، بصوا شباب انت مثلا يعني حاول اي حاجه، اسمك احمد علاء منصور حسين، ايوه اي اسم كده، انت طالب في كليه الهندسه جامعه عين شمس وفي قسم كهرباء وساكن مثلا في مدينه نصر وطولك كذا ووزنك كذا وصورتك كذا، كل المعلومات دي، كل المعلومات دي بقدر انا بالنسبه مثلا للسيستم بتاع السجل المدني عباره عن 1 بوينت. ايه ال 1 بوينت ده؟ الرقم القومي بتاعك. الرقم القومي بتاعك ده هيقول ان احمد منصور حسين ده يعني انا هاخد الرقم ده، يروح هو بقى مديني كل التفاصيل التانية، ده ساكن في مدينة نصر وده طوله كذا وده صورته اهي وده طالب في كلية الهندسة، وكل التفاصيل عرفتها من ايه؟ من المعلومة دي. نفس الكلام بقى السيجنال دي دلوقتي لما اقول ان فريكوانسي 1 كيلو هرتز يبقى دي وامبليتيود كذا، خلاص يبقى انا عرفت ان الموجه دي هي عباره عن الامبليتيود بتاعها 5 والفريكوانسي بتاعتها 1 كيلو هرتز والفيز بتاعها كذا، يبقى خلاص انا الموجه دي اعرف ارسمها. فكانك بتعمل ايه؟ كانك بتعمل كودينج للسيجنال دي. الكودينج دي زي الرقم القومي بتاعك، الرقم القومي بيدل على كل معلوماتك. فبرضو لما باجي ارسم فريكوانسي 1 كيلو هرتز وامبليتيود 5 يبقى معنى كده دي عباره عن 5 ساين اوميجا نوت في تي، يبقى عرفت الشكل بتاعها خلاص وعرفت الامبليتيود وعرفت كل حاجه. فده اللي بنسميه الفريكوانسي دومين. الفورير سيريز مختصه بانك تحول البيريوديك سيجنال، البيريوديك كونتينوس سيجنال الى مجموعه ترددات. طبعا لو كانت الموجه بتاعت البريودك سيجنال دي ساينسويدال ويفز ده دي سنجل فريكوانسي خلاص منتهيه، دي سنجل فريكوانسي. اما لو كانت هي مثلا سكوير ويف او كانت ترانجلر ويف او كانت سوتوس هتطلع مجموعه من الترددات. الفورير سيريز، الفورير ده اسم الراجل اللي عمل النظريه ديت، ودي من 200 تقريبا و10 سنه او 215 سنه بالتحديد، 1807 كانت النظرية دي اتعملت، بتقول ان اي periodic continuous signal هي مجموعة من السينوسويدال ويفز، دي مجموعة من السينوسويدال ويفز. هنشوفوا الكلام ده، دي بقى هتبقى مع الدكتور مايك، الباب ده هيبقى مع الدكتور مايك. هنشوف ان دي مجموعة من الترددات، والمجموعة الترددات دي بتطلع لي في النهاية كأنها الموجه اللي هي سكوير ويف او ترانجلر ويف او اي حاجه بالشكل ده. فالنظريه دي بتقول اي موجه كونتينوس وبيريوديك هتتحول الى مجموعه من السينوسويدال ويفز، الامبليتيودز بتاعتها والفريكوانسيز بتاعتها بتحددها النظريه، ماشي؟ بحيث لو جمعت دول كلهم يبقى تطلع الويف الاصليه بتاعتي.
يبقى دي فوريير سيريز بتختص continuous and periodic signals. continuous periodic signals الفوريير ترانسفورم زيها بس بتختص بcontinuous non periodic signals. continuous non periodic signals زي ايه continuous non periodic signals؟ الصوت اللي انا بنتكلمه ده هل ده periodic؟ بمعنى هل الكلام بيتعاد ونفس الويف بتتعاد مرة تانية بنفس الشكل وبتاع؟ لا. طيب الفريكوانسي كومبوننتس اللي موجودة فيها ازاي؟ مين اللي بيحددها بقى؟ بيحددها الفوريير ترانسفورم. بيحددها الفوريير ترانسفورم. الباب ده ان شاء الله انا اللي هديه لكم. يبقى الباب الاولاني هديه والباب الثالث هديه. الباب الرابع لانه مرتبط بالباب الثالث. الباب الرابع اللي هو الكونفوليوشن ثيوري. الكونفوليوشن ثيوري ده خاص بالسيجنال اللي جايه من حاصل ضرب تو سيجنالز في بعض. جايه من حاصل ضرب تو سيجنالز في بعض. لما يبقى مضروب تو سيجنالز في بعض يبقى الناتج يعني سواء بقى تو سيجنالز مضروبين في التايم دومين او في الفريكوانسي دومين يبقى النتيجه ايه؟ كويس. بعد كده هندرس الباب السادس وبعدين نرجع للباب الخامس. ده يبقى الكونفوليوشن ده هدي انا. بعد كده الباب السادس الديسكريت تايم فورير سيريز هيدي دكتور مايكل. وده بيختص ب هنشوف بقى الديسكريت بمعنى حاجه متقطعه هنشرحها النهارده يعني او المره الجايه. يعني ايه سيجنال متقطعه ويعني ايه حاجه بالشكل ده. ونشوف بقى لو الداله دي periodic فالفريكوانسي كومبوننتس بتاعتها تبقى عباره عن ايه. طيب لو السيجنال دي مش periodic وعايزين نقطعها فتبقى حاجه اسمها discrete time Fourier transform. وده ان شاء الله انا اللي هديه لو شابتر 5. فالdiscrete time Fourier transform ده بيتكلم على non periodic signals وتتعمل samples يعني تتقطع ويبقى الترانسفورم بتاعها او الفريكوانسي كومبوننت بتاعتها تبقى عباره عن ايه. ايه لزوم الكلام ده هيبان خلال المقدمه اللي هنقولها النهارده. في اي استفسارات لغايه دلوقتي شباب؟ ها اي استفسارات؟ يعني انا في النهايه من الست شباب هديكم اربعه والدكتور مايكل هيدي اثنين. دكتور مايكل هيدي شابتر اثنين وشابتر سته في الورقة دي وانا هدي بقية الحاجات. الريفرنس الرئيسي اللي بنشتغل منه كتاب اسمه هايكنز اسمه سيجنال اند سيستمز وفي كتاب تاني اسمه اوبنهايم برضو سيجنال اند سيستمز موجودين في المكتبات اللي جنب الكلية. طبعا كوبيز يعني موجودين كوبيز منها لان الكتاب الكتب الاصلية دي بيسموها يعني من امهات الكتب يعني دي من امهات الكتب يعني. زي ما قلت قبل كده لما بتقول A sin اوميجا نوت T على الفريكوانسي سكيل عبارة عن F نوت و A امبليتيود كده. لو انا بقول مثلا ده اللي بيسموه السبيكترم ما اقول A1 sin اوميجا 1 T و A2 sin اوميجا 2 T يبقى عندي تو فريكوانسيز اللي هي هنا دي عبارة عن 2 باي F1 ودي عبارة عن 2 باي F2 فدي كانها في F1 بامبليتيود A1 ودي ماينس A2 بامبليتيود F2 عند F2 ده اللي بيسموه ده ازاي انت لما بتيجي تحول حاجه من ده بيسميه تايم دومين سواء ده او ده اسمه تايم دومين. ده لما تيجي ترسمها ترسم ساين ويف ودي عباره عن ساين ويف وساين ويف ثانيه ومطروحين من بعض. ده لما نرسمهم في التايم دومين ده في الفريكوانسي دومين كده. ده تعريف ايه كلمة السبيكترم اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل خلال المحاضرات اللي جاية. كويس؟ البيزك كوميونيكيشن سيستم يا شباب
البيزك كوميونيكيشن سيستم زي ما عملنا في الشرح كده، في سورس اللي هو بقى اللي بيدي صوت او صوره او صوت وصوره او اي حاجه، ترانسديوسر هيحوله الكتريك سيجنال، في بروسس بتتم عليه في المثال اللي قلناه اللي هو بتاع الميكروفون، يبقى هنا تكبير، يعني البروسس هنا تكبير، ممكن تبقى حاجات تانية هنتكلم عنها بعد شويه. دلوقتي كل ده على بعضه اسمه ترانسميتر، تي اكس اختصار ترانسميتر. طيب بعد كده انت بتبعت السيجنال دي سواء بقى في سلك او في الهواء او ايا كان، ده بيسموه ايه، الكوميونيكيشن تشانل، كوميونيكيشن تشانل بيوصل عند الريسيفر بيحصل عليه شغل. في حاله المثال بتاع الميكروفون وقاعه المحاضرات ما فيش البروسيس دي مش موجود. وبعدين في عندك انتي ترانسديوسر اللي هو بيعمل العمليه العكسيه، ده اللي هو السماعات يعني، وده الاند يوزر اللي انت الطالب اللي قاعد، يعني هنا السورس مثلا الدكتور اللي بيدي المحاضره، وهنا ده الطالب اللي بيسمع. ده يعني ايه البيزك كوميونيكيشن سيستم. هنا البروسيس دي هنتكلم عنها في الوقت اللي جاي حالا دلوقتي مع بعض. هنتكلم على الامبليتيود موديليشن، وده الجزء الرئيسي اللي هنتكلم عليه في محاضرة النهاردة. بصوا شباب، الاوديو سيجنال، انا اتكلم الاول عن الراديو. هيستوريكالي طبعا الراديو ظهر قبل التلفزيون، فكنت انت بتنقل ايه، بتنقل صوت. طيب الصوت ده ممكن نقسمه اولا، لو كان مجرد كلام فمن 300 هرتز الى 3500 هرتز، دي الترددات بتاعت الاصوات بتاعتنا احنا، يعني الأصوات بتاعتنا احنا كلها محصورة في هذا الرينج. طب حد يقول لي ايه الكوميونيكيشن سيستم اللي مختص بنقل كلام بس؟ ايه الكوميونيكيشن سيستم المختص بنقل كلام بس؟ ها شباب، الراديو. الراديو، الراديو ممكن ينقل كلام بس، بس غالبا بينقل كلام وموسيقى، لكن ايه حاجه بتنقل المفروض كلام بس؟ لاسلكي. لاسلكي ايه؟ في لاسلكي ايه يعني؟ في نظام كامل كده بين الكلام بس المفروض. ها التليفونات، التليفون ده معمول عشان ينقل الكلام مش عشان ينقل الموسيقى مثلا. يعني التليفون المفروض انه بينقل في الرينج ده، لكن ما بينقلش رينج بتاع موسيقى. رينج الموسيقى من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز، ده رينج الموسيقى، ده بيسموه الاوديو رينج كله. كويس، الاوديو رينج ده اللي هو من 20 هرتز، 20 هرتز ده مثلا اللي هو التردد المنخفض جدا، اللي هو في الموسيقى بتاع الطبله، الطبله دي الفريكوانسي بتاعتها واطيه جدا، بيسموها البيز، يعني البيز اللي هو الحاجه الاساسيه قوي، يعني ده 20 هرتز او يعني في رينج 20 30 40، فريكوانسي قليله جدا. الاصوات الحاده زي الكمانجات وكده دي بتطلع في رينج العالي، يعني فوق يعني 10 كيلو 12 كيلو وهكذا. بص شباب، اغلبيه الناس ما بتقدرش تسمع قوي الاصوات اللي فوق 15 كيلو، ده اغلبيه الناس، يعني فوق 15 كيلو هرتز ودن اغلبيه الناس ما بتسمعهاش، يعني قليل قوي من الناس اللي بيقدر يسمع لغايه 20 كيلو. طبعا دي بتتعرف ازاي؟ بيتحط نغمات ويفضل يقول لك انت سامع وما اعرفش ايه، وبيعملوا اختبارات على عدد كبير من الناس، فالاختبارات دي بينت ان اغلبيه الناس ممكن تسمع لغايه 15 كيلو، لكن فوق كده الغالبية العظمى للناس ما بتسمعهاش، يعني استجابة الودن ليها ما بتسمعهاش. طيب وبعدين وجدوا كمان عمليا انه اغلبية الناس ده كل ده بوجود اكسبيرمنتال، يعني ان الفريكوانسيز اللي من 10 كيلو الى 15 كيلو وجودها او عدم وجودها ما بيأثرش في الكواليتي بتاعت سماعك للموسيقى، ما بتأثرش في الكواليتي بتاعت سماعك للموسيقى أغلبية الناس. يعني في الناس اللي هم يسموهم يعني السميعة بقى واللي هم محترفين، لا ممكن تفرق معهم يعني، لكن الأغلبية العظمى للناس ما بتفرقش معها الرينج ده اللي هو من 10 ل 15.
وبالتالي لما بنحاول ننقل الإشارة بتاعة الراديو بنكتفي ان احنا نبعت من 20 هرتز الى 10 كيلو. بنكتفي ان احنا نبعت من 20 هرتز الى 10 كيلو هرتز بس، ما بننقلش اكتر من كده. يعني الرينج اللي من 10 ل 20 ده بيتشال. طبعا هتقول لي طب ايه الفايده ان انا اشيل ومش عارف ايه، زي ما هنشوف وهنعمل تحليل بعد كده. احنا بنشيل الكلام ده ليه؟ عشان الرينج بتاع الفريكونسي بتاعت كل محطه ما يزيدش عن 10 كيلو هرتز. ليه؟ لان انا عندي كل رينج من الترددات بيبقى محطوط عشان يشيل محطات معينه. يعني زي ما هنشوف مع بعض النهارده، الاي ام ده ليه رينج مثلا من 500 كيلو هرتز الى مثلا 1300 كيلو هرتز. الرينج ده عايزينه يشيل اكبر عدد من المحطات، فزي ما هنشوف بعد كده. فانا لما يكون الرينج بتاع كل محطه صغير ده يسمح لي ان يبقى في عدد محطات اكبر. فاولا من ناحيه التنوع يبقى اكتر، يبقى عندك عدد محطات راديو اكتر. من ناحيه تانية الترددات دي زي ما هنناقش بعد كده شباب، الحكومه بتبيعها. يعني انت عشان تاخد ترخيص انك تعمل محطه اذاعه بتشغل هذا الرينج يبقى انت بتدفع عليها فلوس. فبالنسبه للحكومات يما انها تبيع اكبر عدد من المحطات، لان كل محطه بتتباع بفلوس. بتتباع ايه؟ بفلوس. فانا عندي حيز محدود، هذا الحيز المحدود عايز احط فيه اكبر عدد من المحطات، فيبقى الحيز ده عايز ادي لكل محطة اقل رينج معين. يعني زي ما يكون مثلا عندك طريق مثلا طوله مثلا 500 متر وعايز تزرع اكبر عدد من الشجر، فبتقلل المسافات بين الشجر، فيبقى المسافة البينية بين شجرة وشجرة اقل ما يمكن، بس بحيث انه ما يحصلش التداخل بين الشجر وبعضه وما اعرفش ايه. وده نفس الكلام اللي بيتعمل عندنا هنا. ماشي شباب؟ طيب برضو لو في اي اسئلة اسأل. بص شباب، موضوع بقى الامبليتيود موديليشن ده عن بس ندردش مع بعض كده، عشان لابد لي من مقدمه كبيره شويه. يعني بص شباب، الفريكوانسي رينج اللي بيتبعت في اي محطه بتاعت اذاعه، المحطه الاذاعيه بتبعت ايه؟ يا بتبعت كلام يا بتبعت كلام وموسيقى، مفيش اي اختيارات تانية اخرى. يعني يا بتذاع لك موسيقى يا بتذاع لك كلام يا بتذاع لك اغاني اللي هي موسيقى وكلام، مفيش اي اختيارات اخرى. الفريكوانسي رينج بتاع كل الكلام ده زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده كله بيتراوح من 20 هرتز الى 10 كيلو هرتز، كله بيتراوح في هذا الرينج. طيب كل المحطات بتذيع كلام او موسيقى او كلام وموسيقى، فالفريكوانسي رينج بتاع كل المحطات هو فريكوانسي رينج هو. طيب افرق بين المحطات ازاي؟ يبقى لو انا خدت هذه الاشاره وبعتها في الهواء يبقى هيحصل تداخل بين المحطات ومش هتعرف تفرق بينهم، صح؟ لو انا بعتهم زي ما هم كده هيحصل تداخل بينهم ومش هتعرف تفرق بين واحده وواحده على الاطلاق. يعني هيحصل تداخل وما تعرفش تميز المحطه دي عن المحطه دي عن المحطه دي. ماشي؟ طيب طبعا دي كانت مشكله كبيره جدا في البدايات، ازاي هتفرق بين الحاجات دي وبعضها. بصوا شباب، انا بقولها بطريقه مضحكه عشان ما تنساهاش. تخيل ان في ثلاث توائم شكل بعض بالظبط، هيثم وتامر ووائل، دول ثلاث توائم شكل بعض ما تعرفش تفرق بينهم. وعايزين نوصل كل توائم من دول، نفترض ان الاطفال دول واقفين على رصيف في شارع وفي ثلاث رجاله تانيين واقفين على الرصيف الثاني المقابل. الثلاث أطفال دول التوائم عايزين تامر يروح للأستاذ هاني، عايزين
هيثم يروح للأستاذ كمال، وعايزين وائل يروح للأستاذ سليم مثلا، عايزين كل واحد من دول يوصل لده. في مشكلتين، ان الاطفال الصغيرين دول مش قادرين يعدوا الشارع، فمش قادرين ما خايفين عليهم يعدوا الشارع. الحاجة التانية ان انت لو عدوا الشارع مش هتعرف تفرق بينهم، بحيث ان انت ما تقدرش تعرف اذا كان تامر دوت هو اللي راح لهاني، ولا هيثم هو اللي راح لكمال، ولا وائل هو اللي راح لسليم، ما تقدرش تعرف. فنعمل ايه؟ بص البرنسبل انا بقولها بشكل مضحك عشان ما تنساهاش. هنجيب 3 رجاله كبار، عم احمد وعم علي وعم حسين، ونخلي عم احمد يشيل تامر، ونخلي عم حسين يشيل هيثم، ونخلي عم علي يشيل وائل. فاذا انا ميزت تامر عن هيثم عن وائل باللي شايلهم، اللي شايله عم احمد ده هو تامر، اللي شايله عم حسين ده هو هيثم، اللي شايله عم علي ده هو وائل مثلا. كويس، يبقى انا هميز الحاجات المتشابهه عن طريق اللي شايلهم، اللي شايلهم ده بنسميه ايه بقى؟ كارير. اللي شايلهم ده بنسميه ايه؟ كارير. كارير يعني اللي بنسميها ايه؟ الموجة الحاملة بقى، اللي بنسميها ايه؟ الموجة الحاملة. هيجي بقى عم احمد اللي شايل تامر، بيروح مديه الاستاذ هاني، ويمشي بقى عم احمد خلاص، مش مطلوب، ادى المهمة بتاعته. نعم نعم، هذا حد فتح المايك بالغلط يا دكتور. طيب ماشي، طيب يبقى قلنا ايه؟ يبقى عم احمد شال تامر وده الاستاذ هاني، وبعدين عم احمد ده يمشي. دي زيها بالظبط زي ايه؟ الكارير دي، البرنسبل ده موجود في حاجات كتير. انت جاي من بيتكم مثلا في مدينه نصر مثلا، فانت ركبت ميكروباص وصلك الكليه، بعد ما الميكروباص ما وصلك الكليه مش مرغوب فيه، يمشي الميكروباص، ده كارير، ده اللي بنسميه ايه؟ كارير. فده وصل الحاجه ومشي، ادى المهمه بتاعته. فإذا أنا حميز الإشارات المتشابهة عن طريق مين اللي شايلها. ده بقى كهربيا أو ككوميونيكيشن يبقى عبارة عن إيه؟ عن فريكونسي عالية بحط عليها الفريكونسي المنخفضة. يعني مثلا أجي أحط الرينج اللي هو من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز بتاع مثلا محطة الشباب والرياضة على تردد مثلا 700 كيلو هرتز، نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. لكن بحط مثلا البرنامج العام على تردد 600 كيلو هرتز، واحط مثلا صوت العرب على تردد 800 كيلو هرتز، فيبقى كل محطه من دول متشاله على كارير مختلف. لما باجي انا في جهاز الاستقبال بستقبل الموجه الحامله، ما بستقبلش الايه الموجة اللي مبعوثة اللي هو الكلام أو الموسيقى أو الأغنية، لا أنا بظبطه على الموجة الحاملة نفسها، وببروسس معين هنشرحها دلوقتي ببتدي أتخلص أنا من الإيه. يعني أنا استقبلت، يبقى أنا الهواء عندي شايل عند 600 كيلو هرتز محطة، عند 700 كيلو هرتز محطة، عند 800 كيلو هرتز محطة، وهكذا. أنا جهاز الاستقبال بتاع الراديو بتاعك لما أنت بتقعد تظبط القناة، انت بتظبط على الموجه بتاعت الكارير، بتظبط على الموجه بتاعت مين؟ بتاعت الكارير. فالموجه بتاعت الكارير دي اللي انت بتستقبلها، وبعدين بتتعامل انت معاها عشان تخلص من الموجه الحامله نفسها. ماشي، يبقى انا لما بظبط المحطه بتاعت الراديو بظبط الموجه الحامله. تمام، ده كبرنسبل. يعني هنشوف بقى بالمعادلات والحاجات هيبقى الموضوع ازاي. وبعدين اتخلص من الموجه الحامله، يبقى هسمع صوت. ده البرنسبل العام، ده الفكرة الامبليتيود موديريشن. وهنقول ليه كلمة جت كلمة امبليتيود موديريشن جت من زي. تقدر ناخدها بالشكل الفني اللي قلته، ان مثلا عم احمد ده شال تامر على كتفه، فكأن عم احمد طول، كأنه بقى طويل. برضو نفس الكلام عم حسين شال هيثم، يبقى حطه على كتفه فعم حسين طول، كأنه كده يعني.
فكان الامبليتود او الطول نفسه زاد حاجه من هذا القبيل. طيب ده يتعمل ازاي الكترونيكالي بقى او كاشارات كهربيه؟ بصوا شباب بيتعمل كالاتي. انا هفترض ان دي الموجه المبعوثه ايه ام ساين اوميجا ام تي، دي هي الموجه اللي انا ده الصوت اللي عايز اسمعه. طبعا عمره ما بيبقى ساين ويف وبس، يعني هي بتبقى مجموعه من الساين ويفز يا شباب، يعني عمرها ما كانت ساين ويف بس، بس احنا بنعملها كده للتبسيط، واللي ينطبق على واحده ينطبق على الكل، يعني على ان هما مش ساين واحده كذا ساين يعني. والكارير ده الرينج اللي بنقول عليه من 20 هرتز الى 10 كيلو هرتز مثلا، ده بتاع محطه اذاعيه معينه. اي سي ساين اوميجا سي تي ده عباره عن الموجه الحامله، السي دي دينوتس الكارير، الام دي الموديوليتنج سيجنال، موديليتنج سيجنال اللي هي سيجنال انا عايز ابعتها اصلا، ليه بتعدل على الموجه دي، هنشوف يعني ايه بتعدل عليه. الاثنين دول لو هنحطهم على دايره بنسميها ميكسر، الميكسر ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاصل ضرب التو سيجنالز ببعض، يعني الناتج بتاع ده بيبقى عباره عن اي سي في ام ساين اوميجا سي تي ساين اوميجا ام تي. ماشي شباب؟ ده عباره عن ايه؟ الساين في ساين من نظريات حساب المثلثات بتساوي نص في كوزين الفرق ناقص كوزين المجموع. ماشي شباب؟ نص في كوزين الفرق ناقص كوزين المجموع. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان انا بيطلع لي كده نتيجه عمليه الضرب تو سيجنالز، واحده عباره عن الفرق واحده عباره عن المجموع. يبقى اي عمليه ضرب بينتج عنها، يعني مثلا لو قلنا لو دي 600 كيلو ودي 5 كيلو يبقى اللي هينتج يبقى كام؟ حد يقول معايا ها لو دي 600 كيلو ودي 5 كيلو يبقى الفريكوانسي اللي هتطلع من الضرب تبقى كام وكام؟ ها حد يقول معايا يا شباب؟ 600 كيلو و5 كيلو ها 605 و595. برافو عليك، 605 و595 الفرق والمجموع، واحد فرق اللي 595 اللي هو ده والمجموع اللي هو ده، يبقى هيطلع عندي نتيجة الضرب ده تو فريكوانسيز، هيطلع عندي تو فريكوانسيز، واحد اف سي ناقص اف ام. طبعا بقول اوميجا سي ناقص الاوميجا سي دي عبارة عن 2 باي اف سي ودي عبارة عن 2 باي اف ام، فكأن الفريكوانسي هي اف سي ناقص اف ام ودي فريكوانسي اف سي زائد اف ام، دي الامبليتيود بتاعها نص في اي سي في اي ام ودي بالماينس. يبقى كان اللي طالع من عمليه الضرب اثنين، بس خدوا بالكم بقى يا شباب ان الموجتين اللي طالعين نتيجه الضرب هم اراوند الاف سي، اراوند مين؟ الاف سي. فبالتالي الفريكونسي اللي كان موجود اللي هو 5 كيلو راح عند 595 وراح عند 605، لكن لو ال 5 كيلو دي موجوده عند 700 كيلو الكارير هيبقى هتروح عند كام وكام؟ ها؟ لو الاف سي هنا 95 و705. برافو عليك. يبقى هيتنقلوا في على المحور بتاع الفريكونسي لحته ثانيه. فعشان كده انت تقدر تفرق بين المحطات، انت هتظبط عند الكارير ده لما بتيجي تستقبل. بتستقبل عند الكارير ده. طيب. يبقى دي الفكره الرئيسيه اللي هي عمليه الميكسر، بس احنا بقى بنزود على العمليه دي ان احنا ايه بنروح مزودين الكارير تاني، بنروح مزودين ده الاي ام موديليتور، الاي ام موديليتور يبقى اي ام ساين اوميجا ام تي وهنا معايا اي سي ساين اوميجا سي تي. كويس، هنا بيطلع نتيجه الضرب ده اللي احنا قلناه التو فريكوانسيز دول، بتزود عليهم هنا الفريكوانسي بتاع الكارير، بتزود عليهم هنا الفريكوانسي. ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده عشان يطلع شكل الموجه شكل معين. بصوا شباب احنا ما عملنا كده الناتج هنا الفولت بتاع الاي ام ده عباره عن ايه؟ عن الاي سي في الاي ام في ساين اوميجا سي تي في ساين اوميجا ام تي زائد اي سي في ساين اوميجا سي تي. لو خدنا ال A C ساين أوميجا C T المشترك هيبقى عندك هنا واحد زائد A M ساين أوميجا M T.
كويس بنكتبها بالشكل ده. خد اي سي في في الترم ده اهو في ساين اوميجا سي تي، الفريكوانسي اوميجا ام دي لو لاقي 5 كيلو مثلا، فالفريكوانسي دي او الحته دي عباره عن اي سي مضروب في حاجه، الحاجه دي عباره عن 1 زائد ساين اوميجا ام تي، دي الفريكوانسي بتاعتها صغيره جدا جنب الفريكوانسي ساين اوميجا سي تي اللي هي 600 كيلو 700 كيلو 800 كيلو حاجه بالشكل ده. فالمنظر ده ما بنيجي نرسمه بيطلع كده. دكتور سمحت، هو احنا اساسا عملنا العمليه دي ليه؟ لا ماشي حاضر، عملنا العمليه دي ليه؟ عشان هنا لو افترضت ان هنا رينج 5 كيلو يا باشمهندس، فلو هنا 600 كيلو هيبان لي حوالين المحطه دي تبان لي حوالين 600 كيلو، بينما لو محطه ثانيه عند 700 كيلو هيبان التو فريكوانسي دي عند 600 عند 700 كيلو. يبقى انا لو عندي في الاستقبال اقدر افرق بين المحطه دي اللي مبعوثه والمحطه الثانيه، يعني اسخل بالك 5 كيلو هرتز مثلا او 7 كيلو هرتز او كام زي كده، ده كل الرينج بتاع الكلام بتاعنا والموسيقى بتاع حاجه في الرينج ما قلنا من 20 هرتز الى 10 كيلو، فمش عارف افرق بينهم. فانا بفرق بينهم عن طريق ايه؟ ان انا شلت كل واحد على حاجه مختلفه، زي ما كنا بنقول تامر وهيثم ده بيشيلوا عم علي وده بيشيلوا عم احمد، واخد بالك ازاي؟ فانت بتشيل كل واحد فيهم على حته مختلفه. يعني نفترض هنا مثلا في ماتش كره بيتذاع في المحطه دي، والمحطه الثانيه في حديث بين اثنين، في الحالتين انا ببعت كلام، الكلام ده اقصاه 3 كيلو ونص زي ما قلنا السبيتش. طب هتفرق السبيتش ده على السبيتش الثاني ازاي؟ كترددات هما نفس الرينج، افرقهم ازاي؟ عن طريق ان اللي شايل الموجه دي تردد واللي شايل الموجه الثانيه دي تردد ثاني. فانا لما بظبط المحطه على تردد معين يبقى بسمع المحطه اللي انا عايزها. واخد بالك ازاي؟ ازاي بسمع اللي انا عايزها؟ جاي لها بعد شويه. لكن المهم في الهواء بقى في تفريق بين ال 5 كيلو هرتز مثلا او 3 كيلو هرتز اللي بتاعت المحطه دي وال 3 كيلو هرتز اللي بتعني معلومه ثانيه خالص بتاعت المحطه الثانيه، لان دي اتشالت على مثلا 600 كيلو ودي اتشالت على 700 كيلو. مش عارف كده جاوبتك ولا؟ هو انا كنت فاهم دي، انا بس كان سؤالي كان على نقطه احنا ليه زودنا الكارير تاني بعد الضربيه بتاعت الكارير. حاضر حاضر، دي السلايد اللي بعده. حاضر بصوا، احنا زودناه عشان يطلع المنظر اللي قدامك ده، يعني رسمه المعادله الاخيره اللي كانت في السلايد اللي قبله بتطلع لي المنظر اللي هو بص اللي هي ساين ويفز دي اللي هي الفريكوانسي دي، يعني اللي هي احنا هنا الامبليتيود كان طالع عباره عن اي سي وبعدين نفتح قوس واحد زائد اي ام ساين اوميجا ام تي، فالرسمه دي بيطلع المنظر ده اللي هو مش الكيرف ده، الكيرف ده اللي هو اللي بنسميه الايديال اللي هو البيكس دي كانها ماشيه كانها ساينوسويدال ويف زي الموجه الاصليه اللي هي ساين اوميجا ام تي. يعني بص المعادله اللي فاتت دي بص بتقول ايه؟ بص المعادله بتقول ايه؟ اي سي 1 زائد اي ام ساين اوميجا ام تي، يعني هي اساسا اي سي ومتزود عليها الحته دي، فالحته دي فريكونسي قليله، الحته دي فريكونسي قليله جنب الفريكونسي دي، فده معناه ان الموجه دي هي عباره عن ساين اوميجا سي تي، بس الامبليتيود بيتغير على حسب الموجه اللي انت عايز تسمعها. فاهمني يا باشمهندس؟ ها؟ اللي كان بيسأل. انا فاهم حضرتك يا دكتور، يعني دي انا بستعملها عشان خاطر اقدر افرق بيها ساعتها في الانتنة، يعني لما جرى قطر الاشاره، لما تيجي تقطر الاشاره انت بتقطر الاشاره حوالين اوميجا سي تي دي، انت بتظبط عند دي خلاص، فبيطلع لك الموجه اللي هي الثانيه اللي كنت بقول عليها دلوقتي يطلع لك دي. بيطلع لك بص
الكيرف اللي مرسوم ده 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 مش ما بيطلعش، اللي بيطلع ده الساينسويدال الويف دي اللي جوه دي، خلاص دي اللي بتطلع كويس. بس دي ترددها كام؟ ترددها مثلا 600 كيلو، تمام؟ دي 600 كيلو. فانت لما بتظبط على المحطه هقول لك بقى انت ازاي الانفلوب ده، الانفلوب ده ماشي على حسب الساين اوميجا ام تي اللي هي الموجه اللي انت باعتها. فانت عايز تطلع من الموجه دي اللي هي الجوانيه دي، هي دي اللي انت بتستقبلها، عايز تطلع منها دي، هي دي الموجه اللي انت هتسمعها اللي هي ترددها قليل قوي بالنسبه للموجه اللي هي بتاعه الكارير دي، دي بتاعه الاوميجا ام دي 5 كيلو مثلا، لكن دي 600 كيلو اللي جوه دي. فانا عايز امشي على البيكس دي، فانا اضفت ليه الكارير عشان يطلع المنظر كده، عشان ده اقدر استنتج منه الموجه اللي انا بعتها بسهوله، عشان يطلع الموجه اللي اقدر استقبلها بسهوله. بسهوله ازاي؟ هشرحها لك دلوقتي. تمام، شكرا جدا حضرتك دكتور. واضح حبيبي؟ واضح. طيب بص ازاي بقى، بس باخد دي من الموجه دي، باخدها عن طريق دايره بسيطه جدا، دايود وكاباستنس وريزيستنس. دي بيحصل فيها ايه بقى؟ خليك معايا. اللي بيحصل ايه؟ ان انا بيمشي الكرنت كده، يعني مثلا انا في الحته دي اهي، خليك معايا كده، هنا كده اهي، عمال المكثف بيشحن من الموجه اللي جايه هنا، خلاص وصل هنا المكثف للبيك. لما يوصل المكثف هنا للبيك اللي هي النقطه دي، بعد كده الفولت بينزل، فيبقى الفولت بتاع الكاسود اعلى من الفولت بتاع مين؟ بتاع الانود، لان الانود هيبقى في نقطه هنا والكاسود اهو بقى النقطه دي، فالدايود ما يشتغلش. يوم يحصل ايه المكثف؟ ها يحصل ايه المكثف لما هو اتشحن هنا كده وبعدين هنا؟ ده بقى ريفرس بايس، ما بيشتغلش. الكاباستر هيفرغ في الريزستنس. ها يحصل ايه؟ الكاباستر هيفرغ الشحنه اللي جواه. في مين؟ ريزستنس. ريزستنس تمام على كده. يوم ينزل الفولت يبقى كده، واخد بالك ازاي؟ لغايه ما الفولت بتاع النقطه دي يعلى عن الفولت بتاع النقطه دي، لغايه ما نوصل للنقطه دي يرجع يشحن تاني وهكذا. فالفولت اللي بيطلع هنا على الار اللي هو في الاوتبوت هنا بيبقى هو عباره عن الايه؟ الموجه المكسره دي، ده اللي بيطلع. الموجه المكسره دي واخده الشكل العام بتاع الايه؟ الايديال ده اللي هو ساين ويف دي، اللي هي الموجه اللي انت عايز تسمعها، اللي هي الموجه اللي انت عايز تسمعها. بيبقى فيها ريبلز كده، ريبلز يعني حاجات مموجه، التردد بتاعها عند الفريكونسي بتاع الكارير اللي هو 600 كيلو. عند الفريكونسي بتاع الكارير اللي هو كام؟ 600 كيلو. 600 كيلو محدش هنا بيسمعها. فبالتالي انت اللي بتسمعه بيبقى هي الموجه ال 5 كيلو دي. ولو عايز تنقي الصوت اكتر ممكن تعمل بقى ما يسمى بالفلتر، يعني تقوم تشيل خالص الايه؟ ال 600 كيلو دي، ويطلع لك يعني الموجه اللي انت بتوصل لك تتسمع هي الاكشوال اللي هي دي اللي هي المكسره دي. دي في الودن انت بتسمع ال 5 كيلو خلاص، ما بتسمعش 600 كيلو. لو عايز تنظفها اكتر ويبقى بتعدي الكلام ده على فلتر، يوم يعدي لك ال 5 كيلو ويمنع ال 600 كيلو. فده بيسموه الدي موديليتور، يعني او الاي ام دي موديليتور. يعني عندي موديليتور اللي هو طلع الاي ام ويف اللي هي مجوانه من الميكسر والدائره بتاعه الجمع دي، طلعت الاي ام ويف عشان تردها وتسمع الصوت اللي انت عايزه بقى، بنسميه الدي موديليتور اللي هي الدايره اللي قدامنا اللي هي فيها دايود وكاباستنس. يعني الاستقبال بتاع اي موجه زي ما اقول لك كده بيبقى فيه مع الانتنة تيون سيركت. التيون سيركت دي انت هنا ده المؤشر بتاعك انت اللي هو بيظبط المحطه. المؤشر اللي بيظبط المحطه انت عمال تغير في كاباستنس. انت عارفين ان الريزونانت فريكوانسي بتاع 1 على 2 باي جذر ال سي، فانت عمال بتغير في السي، فعمال بتغير في التردد لغايه ما يبقى تيجي المحطه اللي انت عايزها. لو انت استقبلت الموجه دي اللي هي الساين ويف الجوانيه دي اللي واخده الانفلوب ده،
تروح مدخلها على الدائرة بتاعت الاي ام دي موديليتور دوت، ويروح يبقى يطلع لك هنا الخمسة كيلو اللي بنقول عليها، يطلع السماعات تسمع. دي الفكرة الرئيسية بتاعت الراديو، دي الفكرة الرئيسية بتاعت الراديو بقى طبعا. هو انا مش فاهم هي اللي الناحية الدائرة اللي على الشمال اللي فيها اندكتنس وكاباستنس دي، دي لو ريزونانس سيركل. ما انا فاهم، بس لو هي الفريكوينسي بتاعتها مش مظبوطه ايه اللي هيحصل؟ الفريكوينسي انت بتقعد تغير المؤشر بتاع المحطه لغايه ما بتسمع المحطه اللي انت عايزها. ايوه يعني انا فاهم، يعني هو في حاله، يعني هو في حاله ان انا مش ظابطها على على التردد بتاع المحطه، الدائره هتبقى يا اما محطه، يا اما محطه ثانيه، يا اما تاين بيتوين محطات. لو ان بيتوين محطات هتسمع وش، مفيش حاجه. يعني عندي عند 600 كيلو، في عند 630 مثلا، 670، 700 مثلا يعني. لو انت ان بيتوين 600 و 630 مفيش حاجه، تسمع وش دوش، مش تسمع حاجه لغايه ما تظبط عند المحطه اللي انت عايزها. يعني هو على الفريكوينسي اللي في الدائره اللي فيها اندكتنس دي، دي على اساسها بيتحدد الفريكوينسي اللي داخله جوه الدائره. مظبوط تمام. طيب بص، اللي جاي عند الانتنة، خليك معايا، اللي جاي عند الانتنة بتاع كل المحطات، اللي عند 600 واللي عند 700 واللي عند 800 واللي عند 500، وانت ماشي الدائره دي بقى بتجيب ريسبونس فين؟ عند الريزونانت فريكوانسي بتاع دي، بيبقى الامبيدنس اللي متشاف هنا ماكسيمم. تمام. فالفولت اللي جاي هنا يبقى ماكسيمم عند التردد اللي هو بتاع الريزونانت. مش عارف الفكرة واصلة ولا صعبة؟ هي بسيطة بس في نفس الوقت برضو مش قادر اتخيلها بصراحة. ليه؟ انت عندك ترددات كتير قوي هنا. الامبيدنس اللي ده شايفها عند وضع معين بيخلي الامبيدنس دي اعلى ما يمكن عند تردد 600 كيلو، لكن عند 500 كيلو وعند 700 كيلو وعند 800 كيلو الامبيدنس دي فيري سمول. فالكرنت اللي جاي من الانتن مضروب في الامبيدنس هو ده اللي بيديك فولت هنا. فالفولت ده بيبقى ماكسيمم عند الريزونانت فريكوانسي دي. ماشي حلو كويس. يبقى هو ده اللي انت بتستقبله، دي المحطه اللي انت بتستقبلها. ايوه فهمت. دي اللي داخله، هيجي يخش هنا راح مطلع لك الفريكوانسي اللي انت عايز تسمعه. تمام فهمت. واضح يا باشمهندس؟ تمام فهمت. ده الفيري سيمبل راديو زي ما بقول عليك، ده الفكره الرئيسيه يعني. بالمناسبه الموديليشن اللي احنا بنعمله ده هدفه الرئيسي هو التفريق بين محطات كلها بتبعت نفس التردد، ده الهدف الرئيسي. بس في اهداف اخرى. اول حاجه ان الانتنة اللي انت بتستقبل بيها الطول بتاعها بيبقى مطلوب انه يبقى تقريبا لندا على 4 لندا، اللي هو طول الموج. الطول الموج ده ما اعرفش انا هنا ما افتكرش ان انا حسبتها، لكن ممكن نبقى اضيفها. لا يعني ما كتبتهاش، هقولها كده. بصوا الموديريشن دوت علشان اطلع الموجه اللي بنقول عليها دي، واحد من الاهداف فيها ان الانتنه بيبقى لندا على 4. لندا اللي هو طول الموجه بيساوي سي على اف. سي على اف اللي هي سي اللي هي سرعه الضوء على الفريكوانسي بتاع الموجه. فلو عملت سي على اف بالنسبه للتردد مثلا 10 كيلو ولا حاجه، يطلع بالكيلومتر، يطلع اللندا بالكيلومتر. فمش معقول هتعلى الانتنة بالكيلومتر يعني. فلما انا بعلى بالفريكوانسي طول الموجة بيقل، طول الموجة بيقل، فاقدر اخلي الانتنة بتاعتي طولها مناسب، اقدر اخلي الانتنة بتاعتي طولها مناسب. فانا الموديليشن بتخدم الغرضين دول، الانتنة بتقصر وبقدر افرق بين الايه، بين المحطات وبعضها، بقدر افرق بين المحطات وبعضها. ف يعني في هدفين كبار جدا. You can distinguish between the same signal
if they are transmitted on different channels تقدر تميز بينهم, واللينس بتاع الانتنة بيبقى لينس مناسب لانك بتعلى بالفريكوانسي. الحاجة الثالثة اللي بيفيد بيها الموديليشن دوت انك بتنقل على فريكوانسي عالية, كل ما بتعلى بالفريكوانسي قدرة الترددات دي ظاهرة طبيعية, قدرة الترددات العالية على البروباجيشن اكتر من الترددات المنخفضة قوي. الترددات المنخفضة قوي اللي هي زي 5 كيلو 10 كيلو كلام زي كده, لما بتسيبها في الهواء كده ما بت... يعني بيحصلها اتنويشن يعني بتضعف بشكل كبير جدا, فبالتالي ما تمشيش مسافات كبيرة. الترددات الاعلى بتمشي مسافات اطول, دي ظاهرة طبيعية. اما بتعلى بالتردد بيمشي مسافات كبيرة, طبعا مش بشكل مطلق يعني مش دايما كل ما زود الفريكوانسي يبقى هيمشي مسافة اطول, لكن بصفة عامة في بعض الاستثناءات, في بس بعض الاستثناءات, لكن ان جنرال لما بتعلى بالتردد البروباجيشن نفسه بيتحسن, تقدر تبعت لمسافات كبيرة. يعني نشوف مثال, انت لو بتتكلم في ميكروفون في الشارع, لو بتتكلم في ميكروفون في الشارع يعني بقى صوتك بتحول لإلكتريك سيجنال, والإلكتريك سيجنال دي اتكبرت ومشيت, لكن ترددها هو هو, يعني التردد بتاع مثلا صوتك انت 1 كيلو 2 كيلو هرتز كام زي كده خلاص, مهما عملت من الميكروفون ما بيمشيش مسافات كبيرة, ما بيمشيش مسافات كبيرة, انت بتسيبه بقى بيمشي في الهواء كده بيطلع من الميكروفون يمشي في الهواء ما بيمشيش مسافات كبيرة, مسافاته صغيرة. فلما بعلى بالتردد بتقدر تمشي مسافات كبيرة. يبقى عندك ثلاث أسباب بتعمل بيهم موديليشن, ثلاث أسباب. أول حاجة تقدر تفرق بين المحطات, بين إذا كان نفس التردد ده موجود عند محطات مختلفة تقدر تفرقهم, تفرق محطة عن محطة عن محطة. الأنتنة تصغر, الطول بتاع الأنتنة بيقل, البروباجيشن فاسيليتيز أو البروباجيشن لينس بيزيد مع زيادة التردد. فثلاث أسباب رئيسية بيخلينا نعمل الموديليشن, ثلاث أسباب رئيسية بيخلينا نعمل الموديليشن. طيب نتنقل لحتة تانية, بصوا شباب السيجنال بروباجيشن, أنا لو ببعت من النقطة دي إلى مكان آخر لكم معايا, السيجنال هنا بتبقى قوية ونظيفة يعني ما حصل لها حاجة, وهي ماشية بيحصل لها حاجة كتير, الامبليتود بتاعها بيقل نتيجة الاتنويشن اللي بيحصل في الهواء, يعني السيجنال طول ما هي ماشية في الهواء بتقابل كأنها مقاومة فالرخامة بتقلل لك الفولت بتاعها. كويس, ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان الهواء مليان بارتكلز, في بخار مية, في أتربة, في ما عرفش ايه, دي بتعمل انعكاسات للموجة وبتعمل امتصاص للموجة, في الموجة الامبليتود بتاعها بيقل, يعني البارتكلز بتاعت المية مثلا بتمتص جزء من الأشعة, تمتص جزء وبتعمل ريفليكشن لجزء, فبالتالي الموجات اللي ماشية بتضعف طول ما ماشية. الحاجة التانية اللي بتحصل ان الموجات المتشابهة بتتداخل معاك, يعني ايه؟ الهواء فيه موجات للإذاعة, في موجات للتلفزيون, في موجات للموبايل, في موجات خاصة بالإرسال والاستقبال بتوع الشرطة بتوع الجيش مش عارف ايه, كل الكلام ده معناه ان الإشارات دي ممكن تتداخل مع الإشارة بتاعتك وتنتج ايه؟ نويز, شوشرة. يبقى الإشارة بتاعتك بدل ما كانت هنا نظيفة كل شوية عمال بيدخلها نويز وبتضعف, لغاية ما بيجي في وقت معين ممكن النويز تغطي على الإشارة نفسها, لما النويز تغطي على الإشارة نفسها مش عارف تسمع الإشارة, الإشارة دي مش هتتسمع. فبنيجي نعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها ريبيتر. ريبيتر دي اللي بالعربي محطات تقوية, بعد مسافة معينة يكون حصل نويز كتير يكون الإشارة بتاعتي ضعفت, الريبيتر بتاع ده بيعمل حاجتين, بيشيل الترددات اللي انا مش عايزها, يعني يخلي التردد اللي انا عايزه بس هو اللي موجود
ويكبر هذه الإشارة، يعني بيعمل فلتريشن وبعدين امبليفيكيشن وبعدين ترانسميشن، يعني بيعمل ثلاث حاجات، بيفلتر السيجنال اللي جاية يشيل منها النويز يكبرها وبعدين يعمل لها إعادة إرسال مرة أخرى، فهنا سيجنال تكبر تاني تخش على محطة تقوية تانية وهكذا. ده طبعا ده موجود في الحياة العملية، يعني مثلا انت عندك محطة الإرسال بتاع الراديو في مصر موجود في المقطم، طب الراديو ده بيوصل لأسوان، هل بيوصل لأسوان انت بتبعت كده من المقطم يوصل لأسوان؟ طبعا لا، في محطات تقوية كتير في الوسط. الكلام ده يا شباب طبعا كان يعني ما هو اللي موجود، لكنه كان زمان مثلا عندك ماتش كوره بتلعب مثلا في انجلترا عايز انت تشوفه هنا، كان ايه؟ يبقى كانك بتعمل محطات تقويه كتير جدا، تيجي هنا ادي مثلا لندن وبعدين الاشاره تمشي تيجي تكبرها تاني تعمل ريبيتر محطه تقويه وانت ماشي كده. طبعا الحاجات دي وانت ماشي بقى هيقابلك بحار وهيقابلك جبال وهيقابلك صحاري وما اعرفش ايه، فكونك انك كنت تعمل هذا الكلام على مسافات ضخمه جدا على سطح الارض كانت عملية صعبة جدا، وبالتالي زمان ما كانش ممكن انك تشوف ماتش بتلعب في انجلترا وانت قاعد في مصر، ما كانش ممكن. كان ايه اللي بيحصل؟ ان الماتش ده مثلا بيتسجل بعدين يرجع يتذاع عندك هنا بعد ما الشريط ده يوصل بطريقة او اخرى، لما الشريط ده يوصل يحطوه في التلفزيون يعاد الارسال مرة اخرى. فكانك ممكن تشوف المحطات والحاجات الماتشات متسجلة لكن ما تقدرش تشوفها لايف مباشرة، يعني ما تقدرش تشوفها مباشرة. كويس؟ فدلوقتي بقى بيتم الكلام ده ازاي؟ بصوا شباب، انا ادي الايرس اهي، وانا عندي هنا ايه عايز الحاجة اللي بتتلعب هنا عايز اشوفها هنا، ببعت للساتلايت القمر الصناعي. القمر الصناعي يا شباب على ارتفاع 36,000 كيلومتر من سطح الأرض، 36,000 كيلومتر من سطح الأرض، يعني بعيد جدا عنها، وبعدين يعيد الإرسال مرة تانية إلى المكان اللي أنت عايزه. فإذا الساتلايت هو عبارة عن محطة تقوية ريبيتر، بياخد الإشارة دهيت ويعملها فلتريشن وبعدين يكبرها وبعدين يعيد إرسالها مرة تانية. كويس؟ قبل اختراع الأقمار الصناعية ما كانش ممكن تشوف ماتش بتلعب في البرازيل مثلا في مصر مباشرة، ما كانش فيها هذه الإمكانية. فوجود الساتلايت هو اللي هو بيأكت أز إيه؟ أز يعني ريبيتر، بيأكت أز ريبيتر، بياخد الإشارة يفلترها ويعيد إرسالها مرتين. الأقمار الصناعية كلها يا شباب بتلف حوالين الأرض، بتلف حوالين الأرض عند الإكويتور، يعني بتلف كلها عند خط الاستواء. خط الاستواء ده خط عرض كام يا شباب؟ خط عرض كام؟ 0 درجة أو 22. يعني أنت هنا بتقسم الكرة الأرضية لخطوط عرض شمال وخطوط عرض جنوب. خط الاستواء خط عرض كام؟ 0. برافو عليك، 0. طيب القاهرة هنا خط عرض كام؟ معلومة 28 و30. ها قول 28 و30. احنا مصر ما بين 22 اللي عند ابو سمبل اللي عند الحدود تقريبا لغاية 32 اللي هي اسكندرية. القاهرة خط عرض 30. خط عرض 30 شمال ولا جنوب؟ شمال خط الاستواء. تمام. طيب بصوا بقى يا شباب، الأقمار الصناعية كلها بتلف حوالين الأرض عند خط الاستواء. يعني ايه؟ يعني لو انت واقف عند خط الاستواء في النقطة اللي تم إطلاق القمر الصناعي منها يتهيلك ان القمر هنا واقف لأنه واخد نفس سرعة الأرض. دي بقى ازاي؟ واخد نفس سرعة الأرض، فبالتالي يبان لي كأنها ستيشنري واقف. تمام؟ يعني مثلا نايل سات تم إطلاقه من نقطة 7 درجات غرب، هو تم إطلاقه من هنا مثلا،
طب غرب مين يا شباب؟ ها هتقول 7 درجات غرب، غرب مين؟ خط جرينتش. برافو، خط جرينتش، خط جرينتش. جرينتش اللي هو خط طول صفر، لو خط طول ايه صفر. طب مصر خط طول كام؟ القاهرة خط طول كام؟ حد يقول لي إذا كانت المعلومة دي، يعني المعلومة دي يعني مش كل الناس تعرفها أوي. جاي ها هو ده شرق ولا غرب؟ شرق جرينتش. كم درجة بقى خط طول؟ 30 برضو. يعني القاهرة خط عرض 30 وخط طول 30، القاهرة 30 و 30 تقريبا، يعني 30 و 30. بالمناسبة كده حاجة فور فان، يعني المحطة الرسوم بتاعت مصر اسكندرية صحراوي عند كيلو 30 من القاهرة، عند كيلو 30 يعني برضو 30، يعني 30 دي ملازمة للقاهرة، وبرضو حاجة كده للتهريج يعني. عشان كده في فيلم اسمه القاهرة 30، طبعا مش مقصود بها حاجة من اللي قلناها دي. القاهرة 30 يعني القاهرة سنة 1930 يعني، فالقاهرة مرتبطة برقم 30 يعني، القاهرة مرتبطة برقم 30 يعني. ما عرفش إذا كان حد فيكم شاف فيلم اسمه القاهرة 30 ولا لا، يعني ده فيلم معروف بتاع نجيب محفوظ يعني. ما علينا، فالقاهرة عند خط عرض 30 وخط طول 30 شرق يعني. طيب بناء على الكلام ده شباب، يبقى الدش لو انت 30 حاجه هنا كده، الدش لازم كانه يبص ازاي بقى؟ لازم يبص على القمر الصناعي. يبقى اتجاهه فين؟ لازم يتوجه الى اتجاه ايه؟ 37 غرب، يبقى جنوب غرب، صح كده؟ تمام، يتوجه جنوب غرب. خد بالك، يبقى اي دش انت بتشوفه اتجاهه لازم يبقى في اتجاه جنوب بصفة عامة. يبقى العمارة اللي الوش بتاعها مع الدش، طبعا العمارة دي اتجاهها جنوبي يعني اتجاه قبلي يعني حر. العمارة اللي تبقى مع ظهر الدش هي دي اللي تبقى اتجاه ايه؟ دي تبقى اتجاهها بحر او اتجاه شمال. دماغكم؟ يبقى دلوقتي لو انت عايز تعرف الاتجاهات وانت ماشي في الشارع، بص على الدش، الدش بيبص على الجنوب، يبقى حدد بقيه الاتجاهات الثانيه. ايه رايكم في المعلومه دي؟ ها، اي دش بيبص ناحيه الجنوب، جنوب غرب بساطة يعني، جنوب غرب شوي، عشان هي القمر الصناعي النايل سات عند 7 درجات غرب، فهو بيبص على جنوب غرب، ودي بقى جزاي. فبالتالي يبقى ايه، اي لو انت عايز تعرف الاتجاهات بتاعتك بص على الدش، الدش بيبص ناحيه الجنوب بصفه عامه، الدش بيبص ناحيه ايه؟ ناحيه الجنوب يعني. عشان كده الشباب اي قمر صناعي ما بيدلوش غير رقم واحد، يقول لك مثلا القمر الاوروبي 23 درجه شرق، عمره ما يقول لك الا شرق وغرب اللي هو خط طول يعني، ما بيقولش خط عرض ابدا، لان خط العرض معروف انه كام؟ ها؟ زيرو عند خط الاستواء. الاستواء، برافو عليك. لو عند خط الاستواء ما بيقولوش، لانه معلوم انه زيرو يعني. طبعا ليه بيبقى عند الاقمار الصناعيه عند خط الاستواء يا شباب؟ عشان تبقى شايفه اكبر مساحه للكره الارضيه. لان انت لو هتشعلقه فوق كده يبقى حوالين حته فوق، يبقى شايف مساحه صغيره من سطح الكره الارضيه. نظريا 3 اقمار صناعيه يغطوا الكره الارضيه، نظريا 3 اقمار صناعيه يغطوا الكره الارضيه. يعني لو انت عايز تبعت من هنا مثلا لهنا، القمر ده ما يجيبوش، لازم القمر ده يبعت لقمر تاني هنا والقمر التاني هنا يبعت لده. نظريا 3، عمليا بيبقوا 4، يبقى قمر بيدي القمر وقمر بيدي القمر وهكذا لغايه ما توصل للمكان اللي انت يعني انت عايز هنا عايزه تبعت هنا، لا يبقى هيبقى فيه هنا كده وقمر هنا يغطي المنطقه دي وقمر تاني وهكذا. ودي بقى ازاي؟ فاذا الساتلايت عباره عن ريبيتر، والريبيتر ده بيبقى
على ارتفاع 36 ألف كيلو من اشمعنى برضو 36 ألف كيلو اللي عنده لما القمر الصناعي ياخد السرعة بتاعت الأرض يبقى centrifugal force قد gravitational force عشان يفضل ماشي بدون أي محتاج أي وقود. خدي معاكم شباب ما يبقى طبعا انتوا عارفين ان الغلاف الجوي بينتهي عند 200 كيلو تقريبا 200 كيلو من سطح الارض بعد كده فضاء فراغ ما فيش هنا بقى لا مقاومه هواء ولا بتاع ولا اي حاجه. فيبقى لما يبقى centrifugal force لو ناتج من سرعه الدوران قد الجرافيتيشنال فورس بتاعت شد الارض يبقى في الحاله ده هي القمر يفضل ماشي بنفس السرعه على طول بدون اي ما يحتاج اي فيول ولا اي انرجي ولا اي حاجه خالص. وده اللي بيتم. طبعا بيبقى بيحصل فيه مشكله تانية دي برضو كمعلومه ان الجرافيتيشنال فورس اللي موجود على القمر الصناعي مش بس من الارض. طب من مين تاني؟ حد يقول لي القمر ايه اقرب حاجه للارض من القمر؟ القمر بالظبط كده. القمر لما بيقرب ويبعد عن الارض بيغير المسار بتاع الساتلايت يخليه يبعد او يقرب. فايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان انت لازم ترده للمكان اللي هو كان فيه عن طريق بقى بيبقى فيه فيول موجود جوه الساتلايت. الفيول اللي موجود جوه الساتلايت ده انت بتدي له اشارات من الارض يوم بتخليه يتحرك يوصل الى المدار بتاعه المظبوط. الفيول ده بيبقى ليه عمر وبالتالي القمر الصناعي ليه عمر. ليه على بال ما لان كل شهر انت بتستهلك جزء من الفيول ده كل شهر بتستهلك جزء من هذا الفيول فبترد المسار باستمرار فبتستهلك الفيول ده بالفيول ده يجي في يوم ويخلص. عشان كده القمر الصناعي عمره حوالي 15 سنة. زمان كانت قليلة 5 سنين وبعدين بعد 10 سنين بعد 15 سنة. ودلوقتي بيحاولوا يعملوه انه يبقى يعني مفروض انه ما يخلصه عن طريق ان الفيول ده ياخدوه من الطاقة الشمسية. انه يبقى عنده طاقة شمسية هي اللي جاية هي اللي هتحرك القمر الصناعي الى المدار بتاعه مرة اخرى. فيبقى نظريا العمر بتاعه ما لا نهاية. طبعا ما فيش حاجة اسمها ما لا نهاية. لان الخلايا الشمسيه ذات نفسها ليها عمر الخلايا الشمسيه نفسها ليها عمر وبالتالي هيبقى القمر الصناعي يعني اقصى وجهه نظر انا يبقى 25 سنه يبقى 25 سنه. طب بعد كده بيحصل ايه؟ ما فيش الفيول ده خلص او الحاجه دي خلصت هيبقى خلاص هو هيروح بقى يا اما ناحيه القمر بينيه ناحيه الارض يسموه lost in the space خلاص لا يمكن التحكم فيه ما يقدرش يرجع لمداره مره ثانيه ماشي شباب. يبقى دي ايه؟ دي الريبيترز. ففي ريبيترز على الارض وفي ريبيترز اللي هي عباره عن ساتلايت وبالتالي يبقى انت بتقدر تبعت الاشارات بتاعتك لمسافات طويله. ده الكلام بقى اللي انا كنت لسه بقوله. ادي القاهره هنا ادي الساتلايت هنا القاهره عند خط عرض 30 وهنا القمر الصناعي تم اطلاقه من 7 درجات غرب. طبعا ايه اللي حدد 7 درجات غرب دي؟ اللي هي الشركه اللي اطلقت القمر الصناعي نفسه كانت شركه فرنسيه بالنسبه لمصر فكانت احد المستعمرات الفرنسيه الموجوده على خط الاستواء موجوده عند 7 درجات غرب فبيتم الاطلاق من هنا. وزي ما قلنا ان القمر الصناعي كله بيلف حوالين خط الاستواء. طيب لو بلد يا شباب موجوده في نص الكره الجنوبي يبقى الدش يبص ناحيه ايه؟ الشمال. بيقولوها بقى اجمالا يقول لك الدش فيسنج اكويتور. فيسنج ايه؟ اكويتور. فيسنج اكويتور كلمه تشمل الحالتين يعني الدش لازم بيبص على الاكويتور. فاذا كنت في نص الكره الجنوبي يبقى بيبص على الشمال نص الكره الشمالي بنص على الجنوب لازم الدش يبقى بيبص على الاكويتور لان الاقمار الصناعيه كلها موجوده فين؟ بتلف حوالين الايه؟ بتلف حوالين الاكويتور.
يبقى هذه قصة ال AM. أنا حاول فكرة ال FM كده وننهي بدل ما عشان ما تبقاش يعني أول محاضرة تقيلة قوي ولا حاجة. يعني بص شباب في الفريكونسي موديليشن احنا قلنا هناك ايه اللي كان محدد السيجنال ذات نفسها اللي هو التغير بتاع الامبليتيود بتاع الموجة الأصلية. الموجة الأصلية اللي هي بتاعت الكارير نفسه يعني. فلقينا ان الكارير الامبليتيود بتاعه بيزيد ويقل واستخلصنا الموجة اللي عايزين نبعتها من الانفلوب او من الغلاف بتاع الموجة المبعوثة دي. هنا بقى الموجة بتاعتي بتدخل جوه الفريكوانسي بقى. بصوا يبقى هنا الامبليتيود ثابت وساين هنا اوميجا سي زائد اي ام ساين اوميجا ام تي كل ده في تي. يبقى عندي الفريكوانسي هو اللي بيتغير. حاجه بالمنظر ده الفريكوانسي هو اللي بيتغير. طب لما الفريكوانسي هو اللي بيتغير يبقى الامبليتيود ثابت. بس هنا بقى بتقابلني بعض المشاكل. هنا عشان تجيب الموجة الأصلية من الموجة دي الدوائر اللي بتعمل كده صعبة جدا يعني معقدة إلكترونية كإلكترونيك سيركت معقدة. وبالتالي الكوست بتاع استخلاص ال FM بتبقى عالية. الكوست دي بتبقى ايه بتبقى عالية. ليه؟ لأنه انت محتاج دائرة معقدة لأن التغيرات الفريكوانسي استنتاجها مش سهل زي استنتاج الايه الدائره البسيطه اللي كنا بنقول عليها دي بتاعه الاي ام. من مميزات الاي ام يا شباب ان الدائره اللي هي بتاعه الدي موديليتور اللي كانت مكونه من دايود وريزيستنس وكاباسيتنس غير مكلفه على الاطلاق. يعني هنا في الاف ام الدائره اللي بتستخلص الموجه من الموجه بتاعه الاف ام اصعب وبالتالي التكلفه هنا بتبقى اغلى. التكلفة هنا بتبقى أغلى. ولكن هنا في بعض المميزات. ايه المميزات؟ اولا تأثير النويز. هنا النويز غالبا اما بيجي بيغير في الامبليتيود ما بيغيرش في الفريكوانسي يعني. فهنا بنقول ان الدوائر دي اميون اجينست النويز يعني دي لما بيدخلها نويز نادرا ما يغير في الفريكوانسي يعني. صعب او يغير في الفريكوانسي يعني لانه لازم عشان يغير فريكونسي يبقى يغير عند نقطه الزيرو دي كده تدخل حاجه كده تغير لك التقاطع ده فالفريكونسي يزيد او يقل. ودي نادر غالبا بيجي في الارتفاعات هنا ويغير فيها فده مش هيغير في الفريكونسي. فبالتالي من ناحيه الكواليتي بتاعه الاف ام احسن لانها ما بتاخدش نويز. الكارير بقى بتاع الاف ام اللي هو الكارير بتاع الاف ام ما بين 87.5 ميجا هرتز الى 108 ميجا هرتز. وحتى هتلاقي كتير منكم حافظين بعض الترددات بتاعه المحطات بتاعه الاف ام. حد يقول لي كده اذا كان عارف حاجه فريكوانسي بتاعه المحطات كام؟ ها 89.8 ها ايه تاني مثلا 108 ليش شباب الرياضه 108 شباب الرياضه صحيح. عندك مثلا نجوم اف ام كام 100.6 كله في الرينج يا شباب اللي احنا كاتبينه ده. الرينج ده اللي هو من 87.5 ميجا هرتز. مثلا عندك راديو مصر 88.7 مثلا وهكذا. ده الكارير بقى الكارير بتاعنا في الرينج ده. هناك في الاي ام الكارير بتاعي ما بين 500 كيلو و 1300 كيلو طيب ما بين 500 كيلو و 1300 كيلو وكل محطة هنجيلها بعد شوية كده تاني. كل محطة بتاخد لها احنا شفنا ان لما بدي تعمل عملية الضرب بيطلع FC زاد FM و FC ناس FM. فلو قلنا ان انا ببعت رينج 10 كيلو فيبقى حوالين كل كارير في FC زاد FM و FC ناس FM يبقى الرينج اللي واخدها المحطة نفسها كام كيلو؟ حد يقول لي كده؟ حد كده يشغل خيانه شوي. يعني كل فريكونسي انت بتبعت فريكونسي من رينج سي لو من 0 ل 10 كيلو
كل تردد بتبعته بيبان له التردد وصورته، بيبان عند اف سي زائد اف ام وبيبان عند اف سي ناقص اف ام، بيبان اتنين. كل تردد بتبعته بيبان اتنين. يبقى رينج الفريكونسي اللي بتشغل له المحطه قد ايه؟ 20 كيلو. 20 كيلو، برافو عليك. 20 كيلو. 10 كيلو فوق، يعني مثلا لو بتبعت محطه عند 600 كيلو تبقى شغله بين كام وكام بقى؟ ها، ما بين 590 بنسميه اللور سايد باند، ما بين 590 و600، والتاني ما بين 600 و610. يبقى انت بتشغل الرينج من 590 ل 610. يمكن هتبقى مشروعه في سلايد بعد كده. فيبقى كل محطه شغله كام؟ 20 كيلو تقريبا. طب الرينج بتاعك كله كام؟ من 500 ل 1300 اللي هم 700 كيلو. 700 كيلو قسمهم على 20 يطلع 35 محطه ولا حاجه. يبقى عدد المحطات بتاعتي كله كام؟ مثلا 35 40 محطه، ما زدتش عن كده. هبقى اعمل لها دي في سلايد وابعثها لكم. يا لو مش موجودة يعني هشوفها يعني. دكتور مشهد، بي دبليو دي اختصار ايه؟ نعم؟ اف بي دبليو، بي دبليو دي اختصار ايه؟ بي دبليو دي؟ بتسأل على نعم؟ دي؟ دي الباندويتس بتاعت كل تشانل 20 كيلو اللي كنت بحكي عنها دلوقتي، اللي هي 10 كيلو قبل و10 كيلو بعد. شكرا. ماشي؟ طيب هنا الرينج بتاعنا قد ايه يا شباب؟ قول من 88 ل 108 كام؟ ها؟ 20 ميجا. 20 ميجا. والمحطة بتاخد قد ايه؟ 20 كيلو. يبقى كم محطة تقدر تحطهم نظريا؟ 1000 محطة. ها؟ 1000 محطة. 1000 محطة. صح كده، هي اللي الحزمه انا ولا اهي. بينما هناك بنتكلم 35 40 محطه. فهنا عشان انت نقلت الفريكوانسي لفريكوانسي عاليه تقدر تاخد عدد محطات كبير قوي. طبعا هي مش 1000 يعني، هي في شويه ريستريكشنز وكام زي، لكن يعني بدل 1000 تبقى 700 ولا 800 يعني. انت عشان كده ممكن كل يوم تسمع عن محطه جديده ظهرت في الاف ام، لكن مش ممكن تسمع عن محطه ظهرت في الاي ام ابدا. يعني الحاجات في الاي ام عندك صوت العرب، البرنامج العام، الشرق الاوسط، الشباب والرياضه، مش عارف ايه، هم ثابتين تقدرش تحط المحطات، خلاص خلصت. لكن هنا الرينج بتاعنا واسع، فبالتالي ممكن تسمع كل يوم. بس عاده بصوا شباب، في الاف ام انت تسمع مثلا يقول لك ايه 92.1 92.5، ما فيش 92.25% مثلا. عادة بيسيبوا 100 كيلو بين كل محطة ومحطة يعني، اللي هي 0.1 بالميجا يعني. فأول ميزة في الـ FM إن هي تأثير النويز عليها قليل، زي ما قلت لكم، لأن النويز بتيجي بتغير في الأمبليتيود. الحاجة الثانية عدد المحطات كبير، عدد المحطات كبير، وبالتالي ولكن في مقابل كده انك الدي موديليشن بتاع الاف الموديليشن والدي موديليشن بتاع الاف ام صعبين، الدوائر اللي بتعملها صعبه، وبالتالي الكوست بتاع الترانسميشن ده اغلى، الكوست بتاع الترانسميشن ده اغلى. وكمعلومه تاريخيه شباب، الاي ام بادئ من سنه 1901 في محطات ارسال راديو، من 1901، لكن الـ FM بدأ من الأربعينات بتاع القرن اللي فات 1945 حاجة زي كده. فالـ FM موضوع أصعب في التنفيذ، في التنفيذ عملية أصعب وأكثر تكلفة. أو صحيح الكواليتي بتاع الترانسميشن أحسن، النويز أقل، يعني النويز أقل والنمبر أو تشانلز أكتر، النمبر أو تشانلز أكتر. ده في الايه؟ في الـ FM. هي الاميونيتي اجينست النويز اعلى، لكن الكوست بتاعته اغلى، الكوست بتاعتنا اغلى وعدد المحطات اكتر طبعا. استنى انا اشوف بس.
نقول اخر حته. بص شباب، لو انا عايز ازود عدد المحطات في نظام الامبليتيود موديليشن بعمل ايه بقى يا شباب؟ بصوا انا باجي هنا الميكسر زي ما قلنا، وبعدين هنا الاي ام لغايه كده، ده العادي اللي قلناه قبل كده. هندخل على هنا بقى لغايه هنا بيطلع ايه؟ بيطلع عندي ثلاث ترددات، هنا اف سي ناقص اف ام، اف سي زائد اف ام، واف سي اللي انا اضفته هنا. اشيل حاجه يا اما اف سي زائد اف ام، يا اما اف سي ناقص اف ام، عن طريق او اخد واحده منهم بس، عن طريق ان اعمل فلتر، فلتر ياخد لي اف سي زائد اف ام بس ويهمل الاثنين دول. يبقى في الحاله دي الباند ويدث بتاعتي بقت عند اف ام بس، بدل ما هي كانت 2 اف ام قبل كده، كانت في اف سي زائد اف ام واف سي ناقص اف ام، فكان الباند ويدث بتاعتي عباره عن ايه؟ عن 2 اف ام. هنا بقت اف ام بس بقى الموجه دي عشان تعمل لها ديتكشن، يعني ممكن اخد دي وممكن اخد دي عن طريق فلتر، يا دي يا دي، بيسموه سنجل سايد باند. بقى ده سنجل سايد باند، فالسنجل سايد باند يبقى ياخد اف سي زائد اف ام، يا اف سي ناقص اف ام. تمام كويس. لما تيجي بقى تستقبل عايز اف ام بس، تعمل ايه؟ تضطر تخليك في الاستقبال اولد الكارير نفسه بتاع ساين اوميجا سي تي، ده في جهاز الاستقبال، واعمل ميكسر. فعندي هنا اف سي زائد اف ام او اف سي ناقص اف ام مع اف سي، هنا هيطلع فرق ومجموع. ففرق ومجموع لو كنت عندك اف سي زائد اف ام يبقى عندك 2 اف سي زائد اف ام والفرق يطلع اف ام، لو كان عندك دي هيطلع الفرق اف ام والمجموع 2 اف سي ناقص اف ام. وتعدي دي على فلتر ياخد لك اف ام بس، سواء في الحاله دي او في الحاله دي. فجهاز الاستقبال هنا مكلف جدا، لان لازم يبقى في الميكسر، دي دايره غاليه بتعمل حاصل ضرب تو سيجنالز في بعض، دي غاليه، الميكسر ده غالي، والفلترز كمان مكلفه. وبالتالي يبقى انت جهاز الاستقبال، وبعدين عشان تولد الكارير ده نفسه بنفس التردد بتاع اللي انت بتبعته برضو، دي دايره مكلفه، دي دايره مكلفه، فجهاز الاستقبال هنا مكلف. يبقى انت هنا بتاخد ميزه ان عدد المحطات هنا يبقى اكتر، يبقى الضعف، عدد المحطات اكتر، بس جهاز الاستقبال بتاعك غالي، جهاز الاستقبال بتاعك غالي. ده بيسموه سنجل سايد باند سيستم. ده بيستخدم في ايه يا شباب؟ بيستخدم اساسا في الميليتري ابلكيشنز، الحاجات العسكريه. بمعنى ايه؟ ان انا عندي قائد بيكلم مجموعه من الضباط مثلا عشان يدي اوامر معينه، فانت بيبقى عندك محتاج عدد تشانلز كتير، لان على حسب عدد الضباط اللي هو بيكلمهم، سواء كان في الحرب او حتى في السلم او اي حاجه، فعايز عدد محطات كبير. و عايز كمان ان الاشاره بتاعتك دي يبقى صعب جدا جدا ان انت حد يستقبلها، موضوع السكيورتي يعني الامان في نقل المعلومه، محدش يقدر يستقبل. في الطريقه العاديه بتاعت الاي ام انت ممكن تقعد تلعب في الرينج بتاع المحطات، تطلع محطه ثانيه لو هو بيستخدم مثلا، يعني نفترض ان في محطه اذاعه عند 600 وعند 650، لو هو بيستخدم حاجه في النص انت ممكن بجهاز الاستقبال بتاعك تجيب المحطه اللي في النص، فيبقى مفيش سكيورتي. هنا عشان تعمل النظام ده بتاع دايره الاستقبال ده عمليه معقده وصعبه جدا. الحاجه الثانيه اللي بيعملوها ان الكارير ده اللي انا ببعت عليه بيتغير كل شويه، الكارير ده بيتغير كل شويه، فما تقدرش تجيبه، وبيبقى بيتغير طبقا لبرنامج معين موجود في محطه الارسال وموجود في جهاز الاستقبال عندك. يعني مثلا الساعه 11 التردد 600 كيلو، الساعة 12 التردد كذا، الساعة 11 52 مش عارف، وهكذا يعني. فيبقى انت عندك، فما تقدرش تتبع الفريكونسي بتاع الكارير، والدايرة مبعوثة اف سي دي استقبالها مش بسيط زي الاي ام العادية، استقبالها مش بسيط، وبالتالي يبقى
السيكوريتي بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى عاليه، سيكوريتي عاليه، الميزان بتاع السيستم السيكوريتي عاليه، وعدد التشانلز بيبقى دبل، عدد التشانلز دبل، وبالتالي يبقى انت عندك ميزتين. في مقابل كده في ايه بقى؟ ها حد يقول لي في مقابل كده ايه؟ ايه بقى الحاجه الوحشه في السيستم؟ دي تكلفه عاليه قوي، تكلفه عاليه جدا، تمام كده. لكن بالنسبه بقى لحاجات الجيوش والكلام ده ما بيهمهمش التكلفه، بالنسبه للجيوش ما بيهمهاش التكلفه بقى، هي ما سيكوريتي دي اهم يعني. نعم، هو حضرتك قلت ان المكسر غالي، طب ما احنا كده كده بنستعمله في الاي ام فوق، بس اعمله في الارسال بس، لكن في جهاز الاستقبال لا. يعني حتى لو كان الارسال غالي، لكن انا يهمني جدا ان جهاز الاستقبال اللي هو كل الناس بتشتريه ما يبقاش غالي معايا. يعني في جهاز السيبان انا ما عنديش غير دايره اللي فيها ديود وريزيستنس وكاباستنس، ودي دايره رخيصه. لكن هنا انا عايز ميكسر في الاستقبال، ده غالي، فده معناه ان جهاز السيبان بتاعك هنا غالي، فده لو اتعمل الناس يعني مش هتشتريه لان السيستم هيبقى غالي. زي برضو الناس اللي بتصنع الموبايلات، يما ان جهاز الموبايل بتاعك يوصلك باقل سعر ممكن عشان هو يعرف يبيع اكتر ما يمكن. فدايما جهاز الاستقبال اللي بيستخدمه عدد كبير من الناس بنبقى احنا بنحاول نخليه رخيص. لكن لو العمليه في الارسال، الارسال ده مره واحده، الارسال ده مره واحده، فلو في تكلفه عاليه مش مشكله، لكن الاستقبال لازم يبقى تكلفته رخيصه. لكن هنا النظام الارسال غالي والاستقبال غالي، رسائل غالي والاستقبال غالي. أسئلة تانية شباب؟ طيب، التعليقات دي موجودة في الجزء ده. هي زي ما أقول كده أن أنت لما بتيجي بقى في الفلتر عندك ده، في الاستقبال عندك جملة اتنين دول بتحط فلتر ياخد الاف ام بس، او في الاستقبال جه عندك اتنين دول بتحط برضه فلتر ياخد ده بس، وهكذا. زي ما بقول ان انت عندك كل محطه بقى هتستخدم يا اما الهاير سايد باند بتاعها يا اما اللور سايد باند بتاعها. الادفانتج زي ما قلت ان النمبر اوف تشانل دبل والسكيورتي عاليه، ولكن الكوست عاليه جدا، ده بالنسبه للسنجل سايد باند سيستم، وده استخداماته اساسا حربيه، استخداماته اساسا حربيه. اعتقد يعني يكفي ان احنا نكتفي بهذا الجزء المره دي، ونكمل المرات اللي جايه باذن الله. اي ملحوظات او اسئله شباب؟ ها يا دكتور عصام، كان عندي سؤالين. اول سؤال بس، هو كده خلاص التيمات اتعملت؟ لان انا مثلا ما ضغطتش للتيم ده، واعتقد في غيري برضه ما ضغطش. يعني انا مش همنع اي حد من الدخول، لو عايزين ندخل اعمل ادميشن لاي حد ما فيش اي مشكله خالص. يعني انا ما بمنعش اي حد للدخول. ثانيا، لو حد عايز من الجروب بتاع الكوميونيكيشن او الكمبيوتر يدخل معانا النهارده ما عنديش مشكله، عايز ناس من الباور عايزين يحضروا يوم الخميس برضو ما عنديش مشكله. تمام، بس الفكرة ان احنا مش عارفين التيم اصلا، انا مش عارف التيم اصلا، انا دخلت بدعوة للميتنج. يعني ما عندكش يعني هو المفروض ان هي يعني البرنامج بتاع تيمز مش عندك؟ لا، عندي البرنامج بتاع التيم، لكن التيم نفسه اللي على البرنامج انا مش عارفه. طب مين المفروض ان هو اتضاف اوتوماتيك؟ الناس اتضافت اوتوماتيك عليه. طيب الناس مش كلها محطوطة اوتوماتيك عليه؟ لا، انا منهم ما اضفتش. طب ايه اللي اقدر اعمله؟ ممكن ادخل بس عشان التسجيل لسه ما خلصش، وفي ناس لسه الادفايزر ما عملهاش ابروف وكده، فاحنا اضفنا في بعض الناس اضفت امبارح وفي ناس لسه ما اضفتش. اه بالظبط. فيعني طيب اقول لك حاجه، يبقى احنا بص، اي حد عنده اي مشكله ممكن يحضر معايا يوم الخميس، يعني ده لو في مشكله في الحضور، يعني يحضر معايا لغايه يوم الخميس تكون الامور استقرت ان شاء الله. طيب. يعني طيب تمام. تاني سؤال بعد اذنك، هو السلايدز دي حضرتك هتنزلها على ال ام اس؟ انا هبعتها لمحمد اسماعيل معايا اللي اتكلمني مع حضرتك يا دكتور. اه يا محمد، انت هتبعت للجروب كله بقى.
او تو جروبس مش مشكله عندي. انا هبعت لك كل الحاجات وانت تبعتها لهم. تمام انا بعت لحضرتك الايميل الفاضي دلوقتي. خلاص وانا هبعت لك كل حاجه. وكمان ممكن ابعت لكم انا المحاضرات بتاعتي كانت متسجله فيديو، هبعتها لكم فيما بعد. كل المحاضرات بتاعتي متسجله فيديو يعني، فعشان تبقى نوع من المساعده غير الفايلات اللي انا اتكلمت فيها، زائد ان انتوا هتسجلوا المحاضرات دي. تمام انا كنت بستاذن حضرتك طلبت مني قلت لك سجلها مفيش اي مشكله. تمام انا كنت بستاذن حضرتك لو ينفع ننزلها يوتيوب على الشانل بتاعتنا. اهو مال بس ابعت لي كوبي منها. خلاص تمام ابعت كوبي منها لو ممكن يعني محمد. ماشي تمام مشكله. اسئله ثانيه شباب؟ ها دكتور لو سمحت، هو الـ SSB أساسا احنا عاملينه الـ FM ولا M؟ AM يعني AM. طبعا ممكن يتعمل FM بس يبقى أكثر صعوبة بقى. صعوبته يعني دراسة الـ FM ذات نفسها رياضيا صعبة، لذلك أنا مريت عليها بسرعة يعني كفكرة أساسية، لكن عشان نعمل أناليسيس بقى ونشوف السبيكترم بتاعتها وكام ده موضوع تقيل يعني، بنحتاج فيه في الرياضة حاجة اسمها البيسل فانكشن، فما عارفش انتوا خدتوها ولا ما خدتوهاش اصلا. لا تقريبا ما خدناش. فدي عايزة دراسة معينة في الرياضة، لان هي بص هي ببساطة ايه دراسة للفانكشن اللي هي ساين، بس زي ما بتقول مثلا ساين اوميجا تي، لا ساين وجواها ساين تانية، ساين جواها ساين يعني الزاوية بتاعتك هي ساين أو كوساين يعني، فما قصدي؟ فدي ليها دراسة في الرياضة مخصوصة، ولذلك ما أقدرش أخش فيها. ده مش السكوب بتاع الكورس ده، ده ممكن يبقى السكوب لو أنت تخصصك كمبيوتر أو تخصصك كوميونيكيشن هتخش في اللعبة دي. لما تيجي تدرس كوميونيكيشن سيستمز هتدرس الاف ام سيستمز دهية بالتفصيل، وتدخل في الجزء الرياضي ده، وده جزء يعني ايه مش سهل رياضيا يعني، رياضيا حاجة صعبة لانها ساين اوف ساين، تطلع دي ايه دي تطلع فانكشن كده اسمها البيسل فانكشن. تمام دكتور لو سمحت، هو يعني ايه الباندويدز اصلا؟ الباندويدز يعني الحيز الترددي اللي بتشغله محطة معينة، يعني زي ما بقول ايه مثلا انا عندي من زيرو الى ليه من 20 هرتز، انا بعتبرها زيرو يعني لغايه 10 كيلو، دي محطه معينه دي اللي انا ببعتها. لما ببعتها على الكارير اللي هو 600 كيلو يبقى انت بتشغل الرينج اللي ما بين 590 و 610، فاهم قصدي ولا اكتر؟ ها واضحه يعني ال 10 كيلو هرتز دي بتبان عندي اثنين، تبان 600 ناقص 10 اللي 590 وتبان 600 زائد 10، صح؟ مظبوط. بعد الميكسر بيعمل كده ماشي، فبقى انت عندك الحيز الترددي بتاعك 20 كيلو، فده الحيز الترددي اللي بتشمله هذه المحطه. تمام الباندويدز. تمام شكرا دكتور. واضحه يا حبيبي؟ ها واضحه. واضحه دكتور. طيب يعني انا بصوا شباب بصفه عامه انا بدور ان كل محطه تاخد مينيمم باندويتس، بصفه عامه انا عايز كل محطه تاخد مينيمم باندويتس. ليه؟ قول لي انت يا باشمهندس ليه؟ عشان خاطر اقدر اوفر عدد اكبر من المحطات. برافو عليك، عشان يبقى عدد المحطات المتاحه عندي اكبر ما يمكن، دي حاجه تهمني جدا. هقول لكم حاجه عشان برضو ايه تحسوا بالحكايه دي كويس قوي. بص شباب، انت دلوقتي على الموبايل بتاعك عايز تنزل معلومه معينه، انت بتتصل بسيرفر، السيرفر ده بيبعت لك المعلومه. هل انت الوحيد اللي بتستخدم هذا السيرفر او بعد تجيب المعلومات دي من السيرفر ده، ولا في ملايين غيرك؟ ها في ملايين غيري. في ملايين غيرك، يبقى لازم يتوفر ملايين من التشانلز، صح كده؟ في ملايين من التشانلز لازم تتوفر للناس كلها على مستوى العالم كله. انت بتخش على جوجل، هو انت الوحيد اللي دخل على جوجل دلوقتي؟ ده في مثلا 10 مليون واحد داخلين على جوجل في اللحظه دي،
طب هو يشتغل ازاي هو؟ ما هو لا لازم يبقى عنده تشانلز بحيث يبعت لك ويبعت لي ويبعت لزميلك وصاحبك وفلان اللي في الهند وفلان اللي في البرازيل وفلان اللي في سنغافورة وكده. فلازم يبقى عندي إمكانية أن يبقى عندي عدد تشانلز مهول. ده بنتغلب يعني... نتغلب عليه ازاي يا شباب؟ بحاجتين. زي ما شفنا مع بعض في موضوع الـ FM أعلى بالتردد. يعني بصوا احنا لما اشتغلنا ايه عند من 88 ميجا لغاية 108 ميجا بقى عندنا متاح 1000 محطة زي ما شفناه من شوية. تمام؟ بقى عندي ايه 1000 محطة. بينما لما كنت انا بشتغل في الرينج بتاع 600 كيلو 700 كيلو وكلام زي كده بتكلم في 30-40 محطة بس. واخد بالك ازاي؟ فأول حاجة تعلى بالتردد. تعالى ايه بتردد؟ يعني الترددات اللي بنستخدمها في الموبايل بالجيجا اللي هي الاف الميجا هرتز. برضو كمعلومه كده برضو اساسيه شباب، الموبايل اللي في ايدينا ده بيشتغل في الرينج الاولاني للموبايل. الرينج الاولاني للموبايل بيشتغل عند 900 ميجا هرتز. يعني الرينج بتاعنا حوالين 900 ميجا هرتز. في الرينج الثاني 1800 ميجا ده مش معمول بيه في مصر، وفي رينج الثالث عند 270 ميجا وده مش معمول بيه. كويس. ليه بنستخدم طب ليه يفضل ال 900 عن الاثنين التانيين؟ لان الويف بروباجيشن عند ال 900 احسن بكتير من 1800 ومن 2700. بمعنى ان لو انا اشتغلت عند 1800 ولا 2700 محتاج تعمل محطات فوق اللي بتبقى موجوده فوق الاسقف بتاعه العمارات، هتحتاج تعمل محطات اكتر لان البروباجيشن فيه مشاكل. فبالتالي لازم تعمل ريبيترز، يعني محطات فوق الاسطح المباني كانها ريبيترز بتاخد السيجنال وبتقويها وتبعت وهكذا يعني. فانت في الحالة دي هتحتاج الى محطات اكتر، يعني كوست اعلى، يعني كوست اعلى. فانت بتشتغل عند 900 ميجا، يعني رينج 1 جيجا يعني. فلما يكون رينج 1 جيجا وبعدين انا اديك مثلا باندويت مثلا نص ميجا، نص عندك 1 جيجا ونص ميجا، يبقى بتتكلم في 2000 شانل في نفس الوقت. زائد زي ما هنشوف المرات الجاية انا ممكن اخلي التشانل تخدم اكتر من واحد. هنشوف بقى ازاي اخلي التشانل تخدم اكتر من واحد. فبالتالي انا عندي ملايين من الناس فانا عايز اوفر، فيبقى الباندويتس المتاح لكل واحد اقل ما يمكن وبعلى بالفريكوانسي عشان اجيب عدد محطات اكتر. مش عارف اللي انا بقوله واضح شباب ولا في صعوبة؟ واضح دكتور. بس واضح. سؤالي التشانل دلوقتي تعتبر يعني مش حاجه فيزيائيه، يعني احنا دلوقتي حددنا رقم فقلنا ده تشانل، يعني ده مجرد حسابات صح ولا هو عباره عن حاجه لا 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 فيزيكالي موجود. ما الترددات دي بتطلع في الهواء يا باشمهندس. تسفك ايه اول حاجه اتعرف عليك؟ ها محمد. معايا محمد. بص يا محمد، دي الترددات دي موجوده في الهواء حبيبي. الترددات في الهواء موجوده وبتشغل حيز ترددي معين. يعني مثلا انت لما بتيجي تبعت اشاره بتاع التلفزيون فانت بتشغل حيز ردود معين مثلا اراوند 300 ميجا هرتز مثلا يعني. فالحيز ده لو محطه تانية بعتت عليه المحطه بتاعتك دي مش هتعرف تشوفها، تعرفش تشوفها. دي حاجه فيزيكال مش ارقام، احنا مش بنشتغل على ورقه وقلم. لا دي انتنه، الانتنه دي بتبعت موجات، الموجات دي ليها ترددات معينه، لو الموجات دي تدخلت مع موجات تانية باظت الدنيا. لا دي حاجه فيزيكال موجود. يعني التشانل عباره عن كانها مثلا هتحمل التردد ده، يعني كانها طبعه أيوة. عزله بين التردد الثاني. بنعمل حاجه اسمها جارد باند هنتكلم عنها المره الجايه. يعني مثلا ايه، انت الحيز الترددي بتاعك دلوقتي ما بين 590 و610، ما يبقاش في حاجه عند 611، لا بنسيب مسافه فاضيه عشان ما تتدخلش معاها. تمام معايا. تمام. فبنسيب مسافه فاضيه وبعدين نعمل تبقى تبقى بدايه المحطه اللي بعدها. يعني انا عندي 610، المحطه اللي بعدها تبقى تبتدي عند 615 مثلا. معايا؟ تبتدي عند المساحه الفاضيه دي هي اللي هيبقى التشانل كانها عامله حاجز جواها. بالظبط كده، بيسموها جارد باند. جارد باند
واحنا الكلام ده هناخده التفصيل في الكورس ده ولا هناخد. تمام شكرا دكتور. يعني انت لازم تسيب مسافه بين حاجه وحاجه. وسؤال اخير بين شانل وشانل ولا ما يتداخلوا مع بعض. هو دكتور نفس الفكره دي هي مثلا اللي بتطبق في الوايرلس او هكذا. هو ما انا بتكلم على الوايرلس. ما هو دلوقتي الشانل الرئيسيه اللي بتنقل المعلومات الرئيسيه هي الهواء. انت اللي بيوصل ارسال التلفزيوني بيوصلك عن طريق الهواء. حتى الحاجات اللي عند الساتلايت، ما الساتلايت ده انت بتستقبله محطه ارسال ارضيه. يعني انتوا عارفين طبعا في محطه استقبال من القمر الصناعي في المعادي، هي دي اللي بتعيد الارسال مره ثانيه ليك عشان يوصلك في البيت. فالكوميونيكيشن تشانل بتاعتي هي الهواء اساسا هي الهواء. ممكن تبقى كابلات، يعني مثلا في الموبايل في الانترنت. الانترنت اللي بيربطنا بالشبكه العالميه كابل بحري فايبر اوبتكس. بقى الفايبر اوبتكس دي بتستخدم بدل ما الفريكوانسيز المعتاده بتاعتنا اللي هي 1 ميجا وما 1 جيجا وكام زي كده، بتستخدم ترددات الضوء. الضوء الترددات بتاعته 10 اس 14 و 10 اس 15، دي ترددات الضوء. فانت بتنقل المعلومات عن طريق ترددات ضوئيه. ف الباند ويدث اللي انت بتشتغل عليه بقى بتوسع جدا، لان انت بتشتغل اراوند 10 اس 14 او اراوند 10 اس 15. الجيجا دي 10 اس 9. فتخيل بقى لما كنت تشتغل في رينج 10 اس 15 عشان الباند ويدث بتاعتك توسع جدا. الناس اللي هيخشوا معانا في اعتقد اللي هيدخلوا معانا كوميونيكيشن وهيدخلوا معانا في كمبيوتر هيدرسوا الحته بتاعت الداتا كوميونيكيشن. الداتا كوميونيكيشن بيز على انك بتنقل عن طريق فايبر اوبتكس. فايبر اوبتكس رينجات الفريكوانسيز عاليه جدا عشان تقدر تنقل كم المعلومات الهائل اللي احنا بنشوفه على النت. انت هتنقل الكلام ده ازاي؟ عندك ملايين المشتركين ومليارات المشتركين. بتشتغل عن طريق فايبر اوبتكس اللي هي الكابلات. كلكم اكيد تسمعوا ان في كابل بحري هو اللي بيوصل ما بيننا وما بين العالم، يعني في الانترنت. الكابل ده لو حصل فيه مشكله خاصه الانترنت في مصر قطعت خالص، ودي حصلت. مش عارف بعضكم كان اوير بكام ده، او يعني الانترنت مرات قطعت تبقى ممكن تقطع ايام. يقول لك الكابل البحري نفسه حصل فيه قطع. فالحاله دي لو بين المعلومات الكم الضخم جدا من المعلومات. فانا عدد يعني حكايه الباندويتش دي مهمه جدا ان انا اخلي الباندويتش بتاعتي. يعني بصوا اللي قدامنا اهو يا شباب، اهو ده وان شانل اهي، اهي باندويتش اهي 2 اف ام اللي قدامنا دي، من اف سي ناقص اف ام لغايه اف سي زائد اف ام، يبقى عندك الباندويتش 2 اف ام. طبعا الاف ام هنا المقصود بها اعلى تردد موجود في الموج. يعني ايه؟ يعني ايه اعلى تردد؟ يعني انا صوتي ده ما هوش تردد واحد، ده مجموعة ترددات. طب البند اللي بيشغله صوتي ده قد ايه؟ من اعلى تردد، اعلى تردد عندي مثلا اعلى تردد عندي 2 كيلو هرتز، يبقى البند عندي 4 كيلو. انت عندك ممكن يبقى اعلى تردد عندك 2.5 كيلو، يبقى اعلى تردد يبقى عندك البند ويدث اللي في صوتك ده 5 كيلو وهكذا. فكل واحد فينا خلي بالك ما احناش فريكوانسي واحده. الفريكوانسي الواحده عباره عن تون صفاره، ده لو فريكوانسي واحده صفاره. لكن انا صوتي لما احلله يطلع مجموعه ترددات، صوتك لما تحلله مجموعه ترددات. الباند ويدث هو ضعف اعلى تردد في صوتك، ضعف اعلى تردد في صوتك. ده لان انت مجموعه ترددات عندك فيه تردد، عندك مثلا 100 هرتز يبقى عندك في 100 يمين و100 شمال، في عندك 200 هرتز جزء من الفريكوانسي اللي عندك في صوتك، عندك 2 كيلو وهكذا. فالاف ام هنا مقصود بها اعلى تردد متاح. لو بتنقل فيديو مثلا الاف ام بتاعتي اعلى تردد في الفيديو 5 ميجا، ف2 اف ام بتاعتك دي 10 ميجا حسب الحاجه اللي انت بتنقلها، حسب الحاجه اللي انت بتنقلها. لو بتنقل داتا على حسب بقى انت بتنقل على كارير كام، وبعدين
انت الريت بقى بتاع اللي انت بتنقل بيه دي هنشوفها قدام قوي في 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 المنهج. هتلاقي ان انت عندك ايه عايز تبقى ال ال بيطلع ان الباند ويتس دي هنشوفها بعدين. يعني الباند ويتس بتطلع بتساوي البيت ريت. يعني ايه البيت ريت؟ انت عارفين لما بتنقل المعلومات بتنقلها عن طريق بيتس. البيت اللي هو 1 و 0 زي ما انتم عارفين، يعني 1 و 0 بتقول لي كم 1 وكم 0. ال 1 بيت ده بيتنقل في وقت قد ايه؟ لو قلنا 1 مايكرو سكند يبقى عندك البيت ريت بتاعتك مليون بيت في ثانيه، بكانه مليون بيت في الثانيه وهكذا. فانت عايز تنقل المعلومات باسرع ما يمكن، كل ما عايز تنقل بسرعه كل ما الباندويث بتاعتك زادت. هنا بقى انت بيحصل ما يسمى بتريد اوف بقى. ممكن تنقل بسرعه عشان تبقى كده خلصت التاسك بتاعتك بسرعه بس خدت باندويث كبير، او تنقل ببطء شويه والباندويث بتاعتك تبقى صغير. اختار بقى بين الاثنين، بتتوزن بقى، تنقل بسرعة في وقت صغير بباند ويتس كبيرة، ولا تنقل بسرعة متوسطة بباند ويتس أقل. على حسب بقى تشوف انت بقى عايز عدد شانلز كام، وعايز عندك عدد المشتركين كام، بتدخل في حسابات داخل فيها الربح الخسارة. تمام، شكرا دكتور. ها كلام واضح يا شباب؟ ايوه محمد بعت، انا هبعت له بقى كل حاجه، انا هحاول ابعت لكم، هبعت لكم تكست كمان، انا في كتاب انا عامله فيه كل الكلام ده. يعني طبعا المين هو البي دي افات اللي انا بعملها، لكن في تكست بقى اللي انا عامله يعني في ممكن شرح اكتر. الاكسرسايزز هناخدها من الكتاب، من التكست اللي انا هبعته لكم. ماشي شباب، اي اسئله؟ ها في أسئلة شباب؟ شكرا يا دكتور. طيب شوفكوا على خير بإذن الله يوم الحد الجاي، وأنا أبعتكم كل حاجة من خلال محمد إسماعيل. ماشي شباب. تمام يا دكتور.